بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ينصر منتخبنا. منتخبنا الوطني هيلعب بعد ساعة بالضبط من الآن مع أمام منتخب الجابون في الجابون. مباراة مهمة جدا لمنتخبنا. كابتن محمد صلاح سيقود منتخب مصر الوطني مع طبعا الشناوي في حراس المرمى. وأقول لحضراتكم التشكيل الآن، ولكن مطلوب النهاردة بإذن الله تعالى الفوز. كابتن حسام البدري، اختيار محمد الشناوي، أحمد حجازي، الونش، أحمد توفيق، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، عمر جابر، أفشة، محمد صلاح، محمد شريف. ده التشكيلة اللي اختارها الكابتن حسام البدري. وطبعا نتمنى يعني الدعوات لفريقنا الوطني. فوز النهاردة مهم جدا ان احنا نقدر نكون كمان ناخد 3 نقاط اليوم، وبالتالي نكون ترتيبنا المجموعة الأولى، أو ناخد الترتيب الأول في هذه المجموعة. الجابون اتغلبت الماتش اللي فات في ليبيا أمام في الدقائق أو الثواني الأخيرة من المباراة 2-1. الجابون النهاردة بتلعب على أرضها، وبالتالي فريق، بالمناسبة فريق صعب، أقوى من أنجولا كتير. شوفوا أنجولا عملوا معانا إيه هنا. ففريق بالتالي المباراة مش سهلة، وحسام البدري امامه تحدي كبير النهارده. ولكن ان شاء الله يا رب النهارده المنتخب كله بكل رجالته يقدروا يقدمونا ماتش ويقدروا يفوزوا. يعني ما قدمناش بديل، على الاقل التاني، بقول على الاقل التعادل. لو في لا قدر الله امر اخر هيكون مشكله قدامنا قدام حسام البدري. وانا بقول للبدري ربنا يكرمه ويكرمنا معاه النهارده، لانه اي نتيجه اخرى غير التعادل، على الاقل الفوز او التعادل، ما عنديش بديل. ورغم ان احنا بنتكلم الجولة التانية، لان انت بعد كده رايح تلاعب ليبيا، رايح جاي ليبيا، بعد ذلك انجولا، رايحين انجولا، والماتش الاخير هيكون مع الجابون على في القاهرة. فاذا دي الماتشات الستة، ان شاء الله ربنا يكرمنا عشان نكون اول مجموعتنا، نروح بعد كده للماتشين الفاصلين. وايضا اون تايم سبورتس تذيع هذه المباريات زي ما بقول حصريا عليها، مباراة النهاردة، المباراة اللي فاتت، كل المباراة اللي جاية، كمان ال6 ماتشات اللي جايين على اون تايم سبورتس، بتحليلها، بمعلقينها، باستوديوهاتها، بمراسلينها. بصراحة عاملين شغل كويس قوي النهاردة، كمان عاملين شغل كويس عجبني. قبل ما ادخل الهواء بتابع كان الكابتن احمد شوبير ومراسلين من ربما 12 منطقة في القاهرة. عجبني كمان اللي في مدينة نصر وبيشرح كمان المنطقة اللي حواليه والكباري والشوارع اللي في المنصورة، اللي في اسكندرية، اللي في اسماعيلية. يعني عاملين شغل كويس وانا بحييهم، ما عنديش بالعكس يعني بحييهم. وانا بتكلم دايما قنوات المصرية الوطنية نتكلم عنها بهذه الطريقة، انهم قدروا ياخدوا بس مجانا، المشاهد المصري والعربي يقدر يتفرج على ماتشات مصر مجانا، وبالتالي هذا الامر مهم لينا. وكان يعني ايضا تحرك كبير من المتحده للخدمات الاعلاميه انها تحصل على المباريات الـ8 ان شاء الله، ونروح كاس العالم باذن الله 2022 في قطر. نجومنا زي ما حضراتكم شايفين ايمن وكل النجوم في التدريبات والتدريب الاخير، وحجازي دول، والونش طبعا، الشناوي، حارس مرمانا، المرمى المنتخب المصري. مباراة زي ما بقول لكم مش سهلة، ليست سهلة على الإطلاق. أفشة اللي جاب لنا الجون، هدف الفوز على أنجولا. النهاردة قدامنا تحدي كبير، وإن شاء الله رجالتنا يكونوا على قدر المسؤولية. ونتمنى إن شاء الله زي ما بقول كده على الأقل، غير مقبول أبدا، تاني بقول رغم الكرة ما فيهاش، لكن أنا بقول لحسام البدري أدي بركات، وطبعا الجهاز الفني مع كابتن حسام البدري، غير مقبول هزيمة. الكرة فيها كده، أنا بقول كده على الهوى، غير مقبولة الهزيمة. من البداية بنتكلم نجمنا العالمي محمد صلاح النهاردة، إن شاء الله ربنا يكرم صلاح كده ويجيب لنا هدف إن شاء الله. يعني عندي تفاؤل كده النهاردة أبو صلاح النهاردة يخلص الليلة بإذن الله يا رب. طبعا هم هناك إيه، استقبلوا المنتخبنا استقبال كبير جدا، ولكن محمد صلاح في كل حتة، وكله بيسأل على محمد صلاح، محمد صلاح يتحرك في الفندق للملعب لفين، كله بيدور على محمد صلاح. هو محمد صلاح أيقونة حقيقية، إن شاء الله يكرمه النهاردة، وهو هيكون كابتن منتخبنا الوطني اللي هيخوض هذه المباراة الثانية أمام الجابون. مرة تانية بقول دعواتنا جميعا
بتحقيق هذا الفوز ويكون عندنا ان شاء الله 6 نقاط وبالتالي نكون اول مجموعتنا. مجموعه مش سهله، كنا الاول لما قرعه جت قلنا يا سلام على المجموعه، مجموعه اتضح انها مش سهله. وما فيش النهارده فرق افريقيه، يعني على الاقل العدد الاكبر من الفرق الافريقيه فرق كويسه، لانه كمان عندهم لعيبه بيلعبوا في الدوريات المختلفه في اوروبا تحديدا من منتخبات القاره الافريقيه، فعندهم لعيبه كويسين جدا كافه المنتخبات. فالنهارده ما تقولش فريق صعب وفريق لا او فريق ضعيف، ما عندكش فرق ضعيفه النهارده، كلها فرق لازم تعمل لها مليون حساب. ماتش انجولا الاولاني ورانا قد ايه مستوى الكوره في افريقيا، رغم انه مش انجولا اللي كان قبل كده في 2010 مش هو، ولا 2008 مش هو، يعني اقل، ولكن تعبنا جدا الماتش اللي فات. النهارده تاني بنقول مع منتخبنا، مع بلدنا، مع الكابتن حسام البدري ومع كل نجومنا الابطال ان شاء الله، ونحقق انتصار ان شاء الله يا رب. واحنا هنتابع اكيد هذه المباراه واحنا مع حضراتكم على الهواء. قلنا النهارده ما ينفعش كمان ما نبقاش يعني مش موجودين، فهنبقى موجودين مع حضراتكم زي ما احنا يعني. طيب نتابع مع حضراتكم هذه المباراه. خلينا نروح لي قبل ما، عشان عندنا قضايا كتير قوي النهارده، قوي اخبار كتير واحداث كتير وشغل كتير، وتحيا مصر النهارده وابواب الخير هنتكلم عنها حالا. مجله الاقتصاد العالمي النهارده اختارت السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلوا بالكم الاختيار ده مهم، السابع على مستوى العالم، عامله تقييم لمحافظي البنوك المركزية على مستوى العالم، طارق عامر رقم 7 على مستوى العالم. مين السبع، مين العشر دول؟ عندك البرازيل، عندك بلغاريا، عندك كندا، شيلي، الصين، جمهورية تشيك، مصر. قبل البنك المركزي كريستين لاجارد اللي ماسك النهاردة رئيس البنك المركزي الأوروبي، طارق عامر قبلها في الترتيب، بعدها الكويت والمغرب، دول العشرة، دول أفضل 10 محافظي بنوك على مستوى العالم. ده معناه إيه؟ ده معناه شهادة أيضا مهمة جدا للإجراءات اللي مصر خدتها منذ 2016. طارق عامر مسك البنك المركزي في 2015 والدولة والرئيس وبدأ إجراءات لإصلاح النقد والمالي في نوفمبر 16 وتلقى الدعم الرئاسي الكامل. عشان كده النهاردة لما بيجي يتكلموا في الحاسيات تقييم طارق عامر امتياز، ايه اللي هو الامتياز مع باقي التسعة الاخرين، ولكن ترتيب مصر متقدم جدا. وزي ما بقول لكم يعني هتلاقي في بعد كده هتلاقي امريكا وهتلاقي قطر وهتلاقي جنوب افريقيا وهتلاقي كولومبيا، يعني هتلاقي كتير، ولكن احنا مصر محافظ البنك المركزي المصري الترتيب السابع على مستوى العالم، وهي شهادة قبل ان تكون لمحافظ البنك المركزي المصري، هي شهادة لنجاح الدولة المصرية في الاصلاحات اللي اخدتها. لانه ما ابدا لما بيجي يعمل هنا بيعمل تقرير كامل الدولة عملت ايه، طيب من ساعة ما مسك محافظ البنك المركزي تطبيق الشمول المالي حصل فيه ايه، الميكانة اللي تمت في المعاملات المصرفية اللي هي تقدم للعملاء، الشرائح الجديدة اللي جذبها طارق عامر لي داخل الجهاز المصرفي عشان يواجه مسألة التسرب الاموال خارج هذا القطاع، ايه اللي عمله، التوسع في خدمات الموبايل بنك، ايه اللي بيتم في هذا الامر، التيسيرات اللي بتتم في البنوك لصالح العملاء، والخدمات الرقمية المطورة، كل ده بيتم وضعه في الحسبان. ماذا فعل البنك المركزي المصري او محافظ البنك المركزي المصري او السياسة النقدية في مصر؟ هي دي النهاردة بتتكلم على، بدل ما انت عندك عندك كل شوية عندك شهادات. بالمناسبة طارق عامر خد الـ 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 المكان ده او خد الترتيب ده ايضا كافضل محافظ ضمن اول 10 محافظين للعام الثاني على التوالي السنة اللي فاتت والسنة دي. ترتيبه النهاردة نتكلم على السابع عالميا محافظ البنك المركزي المصري، وزي ما بقول لكم هذه بتكون شهادة في منتهى القوة الاقتصاد المصري، كفاءة الاقتصاد المصري، عمل طارق عامر مع
البنك المركزي مع ايضا وزي ما بقول كده الدعم الكبير من الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي خلى انه في عندك النهاردة مشروعات كثيرة، دعم كبير من البنك، مبادرات عديدة بالمئة مليار والعشرين مليار والمئتين مليار، مبادرات كبيرة جدا، دعم انشطة مشروعات صغيرة متوسطة، وده بيحقق تنمية للاقتصاد وانه يساعد شباب، يدي قروض، فرص عمل كتير، بيقلل اعباء على المعدلات كمان الحد من البطاله، كل ده بيتم وضع في الاعتبار اطلاق العديد من مبادرات اللي 3% واللي 8.5% واللي 8% واللي 5%، عديد من مبادرات، ومنها اخر مبادره اللي كانت في يوليو الماضي ال 100 مليار جنيه الخاصة بفايدة 3% متناقصة على مدى 30 سنة، وهي أول مبادرة إلى 30 سنة ما حصلتش قبل كده، اللي هو الإسكان الاجتماعي. دولة بتشتغل على ده للناس محدودة الدخل ومتوسطي الدخل، وكل ده بيكون من المبادرات المهمة زي ما بقول لكم، بتكون شهادة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر أفضل أيوة نعم، ولكن أيضا هي مرة أخرى بتكون شهادة على الأداء القوي للدولة، الأداء القوي للاقتصاد المصري، والأداء القوي للنقد والسياسات المالية والنقدية. عشان كده بيكون هذا الترتيب النهاردة من مجلة الاقتصاد العالمية بتتكلم على محافظ البنك المركزي. وإحنا بنتكلم على المبادرات وعلى الشغل، سيادة الرئيس النهاردة أبواب الخير في العاصمة الإدارية الجديدة وصندوق تحيا مصر والدولة المصرية، لسه بنتكلم عن المبادرات واستمرار لهذه المبادرات. 2014 الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ عايزين نعمل صندوق عايز فيه 100 مليار جنيه، 2014 عايز 100 مليار جنيه على جنب كده هنعمل بيهم ايه؟ بناء نعمل بيهم اللي بيتعمل في مصر، مش المشروعات، لا بنعمل بيهم الناس اللي لازم تعيش، اللي هي بتودي لهم النهاردة تحيا مصر من مناطق الخطرة والعشوائيات، المناطق اللي هي قايلة للسقوط، مبادرات خاصة بالصحة، مبادرات خاصة بالعيون والعلاج الناس والعمليات الجراحية وغيرها، العديد من المبادرات الرئاسية. مين اللي عمل كده؟ تحيا مصر. تحيا مصر النهاردة في مصر وخرجت برا مصر، كان أول خروج لصندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة، فاكرين؟ قافلة، مش قافلة، قوافل، جسر بري مصر وديته لقطاع غزة، كان في مقدمته صندوق تحيا مصر. والرئيس النهاردة قال إن احنا كمان هنتحرك لخارج البلاد عشان نقدم أيضا دعم خارج البلاد. النهاردة اتكلم الرئيس على إن احنا كمان مش هيبقى قاصر على مصر فقط، ولكن نتحرك خارج مصر. هذا الصندوق النهارده وسياده الرئيس قال كنت يعني فين ال 100 مليار؟ ما جوش يا دكتور مصطفى، كان بيتكلم مع الدكتور مصطفى بيقول ال 100 مليار اللي قلنا عليهم ما جاش ال 100 مليار، ولكن النهارده ايضا عندك قافله تضم رايحه ل 27 محافظه يستفيد منها 5 مليون مواطن. كام الرقم حضرتك؟ 5 مليون مواطن هيستفيدوا من هذه القافله، القافله العملاقه. قافلة تتحرك تجوب محافظات مصر من أسوان للوادي الجديد لمطروح لسوهاج للقاهرة لشمال جنوب سيناء لبورسعيد لطمياط، كل محافظات مصر رايحة هذه القافلة رايحة لهم. النهاردة الرئيس دشن وبقى أيضا زي ما بقول كده تتحرك هذه القوافل، وحتى الرئيس طلب قال لو ما كانش فيها يعني الحاجات الخاصة بمواجهة كورونا يعني حاولوا تضيفوا الكلام ده داخل طبعا الحاجات اللي ستقدم للمواطنين وتصل إلى 5 مليون مواطن. وقدم الرئيس الشكر للمساهمين في مع صندوق تحيا مصر، اللي بذل صندوق كمان جهد كبير للغاية. فين سرتات يا يوسف؟ أنا مجهزها، معلش هناخد ده بس في سرتات تانية عايزها. وجه الشكر للمشاركين في الصندوق وأيضا منظمات المجتمع المدني القائمين على أعمال البر والخير من رجال الأعمال، المجتمع المصري
وتقدير مجهودات هذا المجتمع المصري. رئيس أشاد أيضا بنجاح المشروعات اللي الصندوق دخل فيها، مبادرات الصحية، مبادرات الإسكان، الغارمين، الغارمات، سداد ديونهم، أيضا تنظيم العمل الخيري مع باقي منظمات المجتمع المدني ومع الناس اللي يعني بيقدموا مساهمات كبيرة لهذا الصندوق ودعم كبير لهذا الصندوق. سيادة الرئيس لما كان طبعا داخل القاعة وبيتكلم، واتكلم يعني النهاردة كله بيتكلم داخل الاحتفال، او بيتكلم على الصندوق، بيتكلم على دور الصندوق، بيتكلم على حاجة اخرى الرئيس اتكلم عليها النهاردة، اتكلم قال انا عايز يا جماعة، وكان سيادة اللي هو محمد امين مستشار السيد الرئيس للشؤون المالية، 10,000 عربية من صندوق تحيا مصر. انت الرئيس بيتكلم كده النهاردة، مش 1000، قال لك عايز 10,000 عربية للناس، اديها للناس حتى لو هيدفعوا نص التمن. هنا بيتكلم مع الدكتور مصطفى مدبولي وبجانبها ايضا سيادة اللواء محمد امين. رئيس زي ما بقول لكم النهاردة حرص كمان عايز يسهل حياة الناس. رئيس بيقول لك العربية، العربية القديمة يا سيدي خد العربية دي، سيب عربيتك ديت. والرئيس طبعا بيستقل العربيات مع الوفد طبعا والسادة الوزراء ورئيس الوزراء، عربيات الجولف الى تفقد صندوق تحيا مصر والسيارات والقافلة الكبيرة التي تنطلق الى كافة محافظات مصر. فالرئيس النهاردة اللي عنده عربية قديمة قال لك حتى بتبقى يعني بتعمل مشاكل وحاجات كده، خد سيب العربية دي وخد عربية جديدة حتى لو هيدفع نص التمن. وكان بيبص لمين؟ اللي هو محمد امين مستشار الرئيس للشؤون المالية والمسؤول عن صندوق تحيا مصر، يعني مسؤول عن صندوق تحيا مصر. وهناك مجلس امناء لصندوق تحيا مصر، والرئيس قال النهارده الصندوق ده تحت رئاستي اشرافه مباشره، والجنيه بيطلع يعني مش جنيه بيطلع بسهوله، الجنيه مش بيطلع بسهوله، ولا انا الحكايه دي يعني ببقى اعملها. انه ليه بيقول كده؟ انه كل واحد بيتبرع لهذا الصندوق يتاكد تماما انه رايح فين؟ رايح لنا. شوفوا العاصمه، شوفوا العاصمة يا جماعة، شوفوا العاصمة النهاردة ولسه جمال العاصمة في هذا اليوم وهذا الاحتفال النهاردة اللي موجود في العاصمة اليوم، واللي خاص بصندوق تحيا مصر وأبواب الخير. النهاردة اليوم العالمي للعمل الخيري، وكان اختيار موفق في هذا اليوم ان احنا بتكون هذه القافلة الكبيرة لواحدة من اكبر القوافل الانسانية، قافلة انسانية لرعاية 1,000,000 اسرة. بنتكلم على 5,000,000 مواطن، 1,000,000 اسرة يعني 5,000,000 مواطن من هذه القافلة، او اكبر قافلة انسانية بتجوب كل محافظات مصر تنطلق ابواب الخير. وكل الشكر لكل الداعمين وكل واحد بيساهم في دعم ومشاركة في هذا الصندوق، وأيضا لدعم المواطنين الذين يستحقوا كل هذه الأعمال التي تخصص لها الدولة أو صندوق تحيا مصر بالمعنى الدقيق، لوضع يعني وضع أفضل مما هو عليه. والدولة تاني يعني الموضوع مش مناسبات فقط، لا، صندوق تحيا مصر بيشتغل في كل الأوقات، بنجد ايضا هذه القوافل في اوقات كثيره مش مرتبطه بمناسبات، بيطلعوا قوافل لمحافظات، بيطلعوا الاسر محتاجه لهم طبعا يعني الافرع بتاعتهم والناس اللي بيمثلوهم بيتحركوا في كافه المناطق، وبالتالي بتقدر توصل وتدي دعم كبير جدا للناس اللي هم يعني انت عايز تروح لهم، اللي هو لازم الدوله تبقى موجوده معاه وتوفر له. سياده الرئيس النهارده اتكلم في امور كثيره تتعلق ب توفير ايضا يعني الناس، الصندوق لو قال لو في قدرات ماليه اكتر يعني ممكن يجي وقت علينا نديهم ارض زراعيه، قال لو في فلوس اكتر من اللي موجوده حاليا يعني ممكن لما يبقى عندنا فلوس ديت هنجهز ارض ونجيب اسر ونقول لهم اتفضلوا اشتغلوا. شوفوا بيصل تفكير الدوله، رئيس الدوله الى فين، ان انا اجهز ارض، ظبط ارض وكل حاجه واصلها، ميتها حاجتها، تعمل بيت كده وتعالى الاسره، الاسر دي تيجي هنا في المنطقه ديت، اتفضلوا هنا وادي اراضي، اتفضلوا ازرعوا، واحنا يعني الدنيا بعائد او بحاجه زي ما قال كده الرئيس، قال نعمل ده
عايزين نعمل ده كمان. يبقى انت هنا بتتكلم على بتغير حياه المواطن. المواطن النهارده بدل ما هو بيبقى منتظر حاجه زي كده، لا انا عايز اخليه ان شاء الله تصل لمرحله ان شاء الله يا رب، محتاجه جهد كبير محتاجه. بس الدوله خلي بال حضراتكم اللي بتعمله في هذا المجال عمل مليارات. اللي قدام حضراتكم القافله اللي قدام حضراتكم متكلفه 600 حوالي 630 640 مليون جنيه اللي قدامكم ده. نتكلم على رقم ضخم. بالمناسبه الرقم ده كان في سنوات كده بعيده يعني كان رقم بتاخده محافظتين، يعني ده الرقم يتقسم على محافظتين عشان قال يعملوا مشروعات وميه وصرف وكهرباء ويصرفوا على الناس وابنيه تعليميه ومحاكم وحاجات وكده. زي ما بكلمك والله المبلغ ده اللي انت النهارده بتنفقه على قافله انسانيه كان المبلغ ده بيتعمل من موازنه الدوله يتصرف على محافظتين في الصعيد عشان تعملوا بيه طرق وتعملوا بيه كهرباء وتعملوا بيه كل حاجه. يعني كل محافظه تاخد 300 جنيه 300 مليون جنيه، متخيل الرقم؟ طب تعمل بيهم ايه؟ النهارده محافظات بتتكلم على مليارات. ده ايه؟ حياه كريمه. لسه امبارح كان معانا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، حياه كريمه المرحله الاولى عنده 6 مليار جنيه وعنده مشروعات استثماريه اخرى 19 مليار جنيه. سوهاج كان معانا من كام يوم اللي هو طارق الفقي 27 مليار جنيه سوهاج مرحله اولى ولسه تانية وتالتة. ما كنتش بسمع الارقام دي، ولكن هي الدولة النهاردة بتشتغل كده. الدولة بتشتغل بحجم الانفاق اللي هو بنتكلم عليه، والدولة بتشتغل عليه عشان تقدر بعون الله يا رب تقدر تغير بجد بمعنى كلمة تغيير لحياة ناس تستحق انه حالها يتغير من حال الى حال. الدولة بتشتغل في كل مجال اليوم في كل حتة. اتكلم عنها زي ما انت عايز، وزي ما وعدت حضراتكم كل يوم في محافظة نشوف حياة كريمة. النهاردة يكون معنا كفر الشيخ اللي هو جمال نور الدين، بعد شوية نشوف ايه اللي بيحصل في كفر الشيخ كمان. حياة كريمة، وعدت حضراتكم كل يوم يكون معنا تقرير من قرى ومعنا محافظ الإقليم عشان يشرح لنا ونقدر نتكلمه ويشرح لنا اللي بيتم عنده في المحافظة. وقلت لحضراتكم لان هو ده جزء من هو دي الحياة الكريمة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي الرئيس النهاردة موجود فيها ابواب الخير، هي دي حياة كريمة للناس. استكمالا الحياة كريمة المشروع الاهم للقرى المصرية. تعالوا نتابع السيد الرئيس وهو يقدم الشكر للمساهمين في تحيا مصر. نتابع. اسمحوا لي في البداية ان احنا نوجه الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى ان هو يسر لنا واكرمنا ودايما بيوفقنا سبحانه في كل الخطوات اللي احنا بنتحرك فيها. فحبدأ الاول بالشكر والتقدير والاعتزاز بفضله علينا وقول له يا رب ديم وزيد واكرم وانصر واستر بلدنا والبلاد كلها في مصر وفي العالم كله. فدي اول يعني اول حاجه اقولها. الحاجه الثانيه اني اوجه الشكر لكل من ساهم في الفعالية اللي احنا بنشهدها والجهد اللي بيتعمل على مدى السنوات الماضية وحتى الآن فيما يخص صندوق تحيا مصر وكل المشاركين من المنظمات المجتمع المدني والقائمين على أعمال البر والخير من رجال الأعمال، ومش عايز أقول حد بالاسم لكن عايز أقول كل من ساهم وربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمهم في هذا الأمر ويزيدهم. وأيضا احنا مش هقول أنا اللي مقدر فقط لكن أظن المجتمع المصري كله مقدر هذا الأمر. ويمكن زي ما اتقال إن من الدكتور علي جمعة ومن اللي هو ممدوح شعبان قد إيه واصلة للناس الجهد ده، واصل للناس لأن هو جهد أولا منظم جدا جدا وجهد مخلص جدا وجهد كبير الحقيقة. ويمكن الكلمة اللي اتقالت على ان احنا لما جينا نتكلم على ان احنا نعمل صندوق
يعني ما كانش لسه الاسم كان حضر لينا، يعني نجمع فيه أموال وتكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري للتحديات اللي بتقابل الناس في كل حتة في مصر. أنا عايز أقول لكم إن لغاية دلوقتي 100 مليار ما تجوش، يعني 100 مليار اللي احنا كنا بنحلم بيهم ما جوش لغاية دلوقتي. وعشان كده بقول للدكتور مصطفى انتوا لازم تشوفوا وسيلة اخرى تضيف ل للصندوق اكتر من كده، سواء كان من تبرعات الناس او من موارد ممكن نحشدها، عشان هو في دور كبير قوي الحقيقة في الظروف زي الظروف اللي بتمر بالمصريين. وانتوا طبعا شايفين ما شاء الله الجهد، وايضا قد ايه ان احنا محتاجين نسعد الناس، ويمكن كمان احنا محتاجين نطور من اكتر من كده، نطور في الممارسة. يعني اسمحوا لي اقول لكم احنا يعني دخلنا في موضوع الاسكان وحاولنا ان احنا نحل المسألة بشكل افضل، وده حقق نجاح ومستمرين فيه. يمكن اتكلمنا على يعني المبادرات الصحية المختلفة اللي كان ممكن زي نور حياة وغيره ممكن الصندوق يساهم فيها وحققنا نجاح فيها. يمكن كمان أيضا الغارمين والغارمات اللي احنا برضو الصندوق بيساهم مساهمة مع منظمات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عنهم، والأطفال بلا مأوى. بس الحقيقة لسه يعني في الخير اتصور كلنا بنبقى عشمانين ان احنا نعمل اكتر، الخير محتاجين نعمل فيه اكتر. وبالتالي كل ما يكون قدرتنا المالية كبيرة كل ما هنقدر نعمل اكتر. نرجع تاني لموضوع تطوير ادائنا احنا، يعني انا عارف ان مثلا مصر الخير والأرمان وجامعات اخرى كثيرة جدا بتقوم بتوزيع مش بس سلع يتم استهلاكها، لكن بتوزع مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر على الناس. وأنا أقول لكم إن إحنا لو إحنا قدرنا نحول أسرة من احتياج شديد إلى إن هي تلبي حاجتها من قدرتها بدعمنا، إحنا هنبقى عملنا حاجة جميلة أوي. طب لو الصندوق عنده فلوس، سيادة الرئيس قال كلام النهاردة تاني بكرر، لو عندنا فلوس هنعمل إيه؟ نتكلم على 10,000 عربية كمان ممكن نعمل ايه بيهم مع الناس، في اللي هي استبدال العربيات القديمة عشان تحويلها لغاز، ومبادرة للدولة شغالة عليها واللي فيها كمان مبادرة حوالي 20 مليار جنيه في هذا الجزء تحديدا. طب النهاردة الرئيس بيتكلم على 10,000 عربية مش 1000 عربية. نتابع. الصندوق لو عنده قدرة مالية كبيرة ممكن يجي علينا وقت من الأوقات نجهز أراضي زراعية، نجهزها كاملة، نجيب أسر نقول لهم خد الأرض دي اشتغل وابقى يعني سدد جزء من تمنها من غير أي فوائد أو كلام من هذا القبيل. المقصود الكلام إيه؟ إن إحنا نقول النهاردة تعالى لراجل عنده عربية، زي ما بنعمل دلوقتي عملية الإحلال في المركبات بتاعة الغاز، إن إحنا نروح ونوقف الشوارع كده، نوقف العربية القديمة دي، تعالى أنت خد العربية دي، ونكتب اسمه، واللي يقدر يدفعه يدفعه واللي ما يقدرش ندفعه احنا. كل ما يكون الصندوق وكل ما يكون القدرة المالية للدولة او للعمل الخيري عالية طبعا هتفرق مع الناس. خلي بالك اللي ركب عربية قديمة زي كده هلكانة مغلبة في الاصلاح ومغلبة في محدش عايز يركبها معاه، كمان تكون عربية كويسة شكلها جديد ونظيفة وتاخد غاز بسيط. يعني عايز ألاقي 10,000 عربية مرصوصين كده من الصندوق تحيا مصر، فين الناس بتوع تحيا مصر؟ فين اللي هو محمد؟ فين؟ عايز ألاقي 10,000 عربية مرصوصة كده نديها للناس اللي هي اللي هم بيركبوا عربيات ديت، ونقول لهم انزل خد دي اشتغل. وحتى لو يسدد لك حاجة نص التمن ولا حاجة، بس ما نسيبوش كده، ما معكمش فلوس؟ طيب اتفضل. فأرجو ان احنا نطور ادائنا بان احنا نحول حياة الناس بدل ما فقط
وده ما يعني امر طيب، عشان بس ما حدش يقدر ان انا يعني مش بنتقد. لا انا مش بنتقد، انا بطلب المزيد. بدل ما نوزع زي النهاردة 1.2 و3 مليون كرتونة ان شئتم، وملابس وكل اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، لكن ايضا نحول حياة اسر من حالة صعبة لحالة اكثر استقرارا. يعني انا بقول الكلام ده للصندوق، وبقول الكلام ده لرجال الخير وسيدات الخير اللي هم بيشاركونا في العمل الخيري في مصر، ولمنظمات المجتمع المدني اللي بتشارك المصريين ظروفهم الصعبة. يعني الرئيس طلب ايضا لو ما فيش مستلزمات الوقاية من كورونا ممكن تجهزوا، وممكن تضيفوا كمان مستلزمات الوقاية. نتابع كلم الرئيس على كورونا وعلى الوضع كمان، وربنا نجى مصر وبينجينا من كورونا. ما اعرفش انتوا حاطين في مع الـ يعني الوحدات الموزعة دي حاجة خاصة بكورونا ولا لا؟ لو مش حاطين حطوا مع كل مثلا لكل أسرة الكمامات واللوازم اللي هي العزل والحماية من كورونا، لان احنا الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى نجانا من يعني انتوا شفتوا مصير كتير من الدول تعرضت لهذا الامر. في مصر الحمد لله الامور بفضل الله سبحانه وتعالى، الجائحة الموجة الاولى والتانية والتالتة، واحنا على اعتاب الموجة الرابعة مش كده. فانا بس بقول ده يمكن تكون هل هي محلها هنا مش عارف، لكن بس بقولها انها فرصة ان اكلم الناس من فضلكم ننتبه اكتر للاجراءات الاحترازية، نخلي بالنا حملة التطعيم اللي بتقوم بها وزارة الصحة ودكتور مصطفى يعني ننهض بها باكبر معادلات. وبقول للمصريين من فضلكم تجاوبوا معانا، واحنا يمكن قايلين ان احنا في التعليم سواء كان في المدارس او في الجامعات ان احنا حريصين على ان العام الدراسي يبدأ ونكون طعمنا الأعضاء هي التدريس وطلبة الجامعة، ويمكن يكون لو في فرصة ده احنا كمان ننزل للثانوي العام يبقى ده وده متاح. لكن عايز أقول ان احنا عايزين نحقق معدلات كبيرة في عملية التطعيم في خلال فترة زمنية قليلة جدا جدا عشان ناخد المناعة الجماعية اللي بيقولوا عليها. وطبعا بالمناسبة ديت أنا بالنسبة لي كمسؤول عن الناس في مصر ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى، وكفى به إن هو يعني إن هو يساعدنا ويحمينا. وبالمناسبة زي ما قلت مرة قبل كده، هي كل المخلوقات مخلوقاته، وكرونا جزء من مخلوقاته، فهو يكفينا شرها، ويكفي مصر وكل العالم أذاها وتأثيرها. يعني الرئيس بيتكلم على كورونا وكالعادة يتحدث ثم الدعاء. نتابع. بقول يا رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهو كده إحنا على طول قدام المخاطر نوجه العظيم، نطلب من العظيم أنه هو يساعدنا وكفى به. حدث الرئيس أيضا عن مشروعات الأسمرات أهالينا بشير الخير. تعالوا نتابع ماذا قال الرئيس أيضا في هذه الاحتفالية تحت صندوق تحيا مصر. البشائر الخير والأسمرات اللي اتكلموا عليها وأهالينا وحاجات أخرى تانية، من فضلكم إذا كنا إحنا اتحركنا وتوفر سكن أو توفر حياة أفضل من ما كانت، لن يتغير الناس إلا بجهد مجتمعي مشترك، سواء من وزارة التضامن
أو الثقافة أو الشباب والرياضة أو منظمات المجتمع المدني. ما تتركوش أولادنا وبناتنا اللي موجودين في هذه مش بس كده وحتى في المناطق اللي هي زي مدينة الأمل وغيره، لازم يكون لنا جهد منسق مستمر حتى نغير من أحوال وثقافة الناس اللي موجودة عشان يبقى النتيجة اللي احنا يعني بنتمناها نحققها إن شاء الله. أنا مرة تانية بوجه الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه، وبقول للمصريين كلهم الصندوق ده تحت، وأنا ما أقصدش بالكلمة دي حاجة، لكن تحت المسؤولية المباشرة ليا. يعني الجنيه ما بيطلعش كده، دي طبيعة عندي يعني صعبة أوي، مش كده لازم أصدق عشان تطلع الفلوس. فاطمئنوا لده، وده أمر، ده مجلس أمنا كبير بيتعمل، مش مننا بس، عشان تبقوا مطمئنين أموالكم إن شاء الله بين أيدي أمينة إن شاء الله يتم إنفاقها بشكل في تخطيط وفي دراسات وفي تصور لتخفيف من مشاكل وقسوة الحال اللي موجودة على الناس في مصر يعني. ونتمنى في يوم الأيام من ربنا سبحانه وتعالى يخلي الصندوق ده مش بس يعني مش يعمل في مصر بس، لا، بفضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه بمدده العالي مدنا، ويبقى هذا الصندوق له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله. نشاط الرئيس أيضا بعد ذلك قام بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية دار الأوبرا المصرية، مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة. عدد من المنشآت التي تفقدها الرئيس اليوم عقب أيضا احتفالية صندوق تحيا مصر، نتابع. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني. قد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تواجد سيادته بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفالية أبواب الخير على تفقد بعض منشآت العاصمة الإدارية، ومنها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط. حيث تضم قاعة الرئيسية تصل سعتها إلى 3500 فرد، مقامة وفقا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية، إلى جانب مسرح للموسيقى تصل سعته إلى 1300 فرد، مؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، بجانب مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع ل 700 فرد، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثري.
كان نشاط الرئيس اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة. في تطورات في إثيوبيا أو مهمة. من يومين كده إثيوبيا قالت إنه سد وإنه تجري وراحوا عشان يعملوا تفجير للسد. النهاردة السودان بيكشف عن مفاجأة كبيرة. مصدر بلجنة التفكيك للسوداني صحيفة السوداني القبض على شحنة السلاح بمطار الخرطوم. مواقع كثيرة شحنة السلاح دي جاية من أديس أبابا. وأنه لجنة إزالة التمكين أنه السلطات السودانية تمكنت من ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس أبابا مساء السبت. حسب عضو اللجنة وجد صالح الشحنة المضبوطة بتشمل 72 صندوقا تحتوي على مش بنادق بس، يعني قنابل واربجيهات ومناظير ليلية وآليات وشحنة كبيرة من الأسلحة. ده فيديو متداول، تاني فيديو متداول لشحنة الأسلحة اللي اتظبطت في مطار الخرطوم. بيتكلموا على انه الجزء الشحنة ديت جات من إثيوبيا، وهم طبعا بيتم دلوقتي تم التحافظ على هذه الشحنة، وانه في اجراءات سيتم الاعلان عن كثير من تفاصيل هذه الشحنة وتفاصيلها، وجات ازاي السودان، الحكاية خرجت ازاي اصلا من إثيوبيا، هذه الشحنة الكبيرة خرجت ازاي من إثيوبيا على احدى الطائرات اللي وصلت الخرطوم تم التحافظ عليها. وزي ما اتقال كده انه السلطات السودانية اتقال انه السلطات السودانية كانت تتابع هذا الامر، وانه طبعا انه بيتم يعني اتخاذ اجراءات ويتم الكشف عن هذه التفاصيل يعني خلال ربما بعد ساعات قليلة. الشحنة دي تفاصيلها ايه، وصلت ازاي، مين وراها، اتقبض على حد ولا لا، نقلت ازاي اصلا، كانت من أديس أبابا إلى الخرطوم في يعني كل التفاصيل الخاصة بهذه الشحنة هيتم الكشف عنها من خلال أو من جانب السلطات السودانية. زي ما بقول لحضراتكم ده في إطار التطورات اللي حصلة خلال أيضا الفترة الأخيرة. وكان السودان طبعا اتهامات ومن إثيوبيا لأشقائنا في السودان، وخرج مسؤول متحدث في احد المسؤولين في السودان نفى اي يعني دور للسودان فيما جرى في بعض المناطق الاثيوبيه، واكدوا انه اثيوبيا لديها مشاكل داخليه وبتحاول يعني اخفاء مشاكلها الداخليه بتصدير ازماتها للخارج. طبعا هناك واضح مشاكل كبيره، وطبعا مشاكل بقى لها من شهر نوفمبر الماضي ما بين جبهه تحرير تجري ونظام ابي احمد والحرب الدائره حتى الان مستمره، وهناك طبعا مئات الالاف من المواطنين الاثيوبيين اللي هم يعني خرجوا في تركوا بلدهم موجودين حاليا في الأراضي السودانية. مجتمع الدولي بيرعاهم من خلال الأمم المتحدة، بيوصلوهم مساعدات إنسانية، الآلاف طبعا من ضحايا من المصابين من خلال العمليات العسكرية التي قام بها جيش وقوات أبي أحمد من شهر نوفمبر الماضي حتى الآن. حرب مستمرة في هذه المنطقة، وبالتالي هناك إثيوبيا لديها مشاكل هائلة داخلية وبتحاول تصدر هذا الأمر إلى جمهورية السودان الشقيقة. هنتابع لأنه زي ما بقول لحضرتك ده واحد من الملفات المهمة، واحد من الملفات اللي هي هناك يعني أحاديث كثيرة في هذا الأمر فيما يتعلق بمحاولات أيضا بعض الجهات الأخرى أقاليم داخل إثيوبيا، أيضا في صراعات تانية مع أقاليم تابعة لأبي أحمد، وهذا الأمر مستمر على مدار الأشهر الماضي. إيه اللي بيتم النهاردة أيضا في هذه المنطقة، هو ده اللي هيكون أيضا جزء من التفاصيل هنتكلم عنها أيضا مع التطورات ومع الأخبار للسودان ربما تعلن عنها النهاردة أو بكرة، تفاصيل شحنة الأسلحة التي وصلت إلى مطار الخرطوم قادمة من مطار أديس أبابا،
وقالوا ان الشحنة دي نقلت من دولة الى أديس أبابا كلها أسلحة روسية زي ما تقال المعلومات اللي خرجت النهاردة من السودان فيما يتعلق بهذا الأمر. ده يمكن من الحاجات أيضا اللي زي ما بقول لحضرتك عاملة يعني ردود فعل كبيرة سواء داخل السودان أو خارج السودان، وهناك التحركات والاتهامات ما بين السودان وإثيوبيا، مين بيدعم مين ومين بيدعمش مين. السودان دائما تتحدث وبشكل واضح ليس لها علاقة بما يجري داخل الأراضي الإثيوبية، هم بيتكلموا على أراضيهم الفشقة وغيرها، أنه هذه أراضي سودانية ولا وبالتالي هم أعادوا أراضيهم ويسيطر عليها الجيش السوداني حاليا، وأنه ما فيش أي تفاوض حاليا ولا أي شيء يتعلق بهذا الأمر في هذه المرحلة على الأقل. في بعض الكام يوم اللي فاتوا طلعت ناس تتكلم على نزلة السمان، وأنا هتكلم الموضوع ده بمنتهى الهدوء. نزلة السمان، إنه النزلة واللي هيحصل والناس الدولة عاملة مشروع على بعد 5 دقائق من منطقة اسمها سن العجوز. سن العجوز دي ملاصقة للأهرامات، 5 دقائق بالضبط. حدائق أكتوبر، حدائق أكتوبر شقق جميلة جدا، أحسن تشطيب، مفروشة، بينقلوا الأسر من سن العجوز هذه المنطقة، مش من حتة أخرى، من سن العجوز حاليا، واتنقل تقريبا أكتر من 300 أسرة. عايز أقول لكم هذه المنطقة اللي بيتم نقل الأسر منها زي مناطق الخطرة في مصر والمناطق غير الآمنة اللي هو البيت ممكن يقع في أي وقت، منطقة خطر زي ما حصل في الدويقة، زي ما حصل في مناطق كثيرة جدا، غط العنب ولا السماكين ولا القابوط ولا غيره. هذه منطقة زي المناطق اللي أنا بقول لحضرتكم عليها، اللي الدولة شغالة على الملف ده من 2014، المناطق الغير آمنة، منها هذه المنطقة اللي هي سن العجوز اللي فيها بيوت زي ما بقول لحضرتكم يعني فيها مشاكل. وبالتالي الدولة، طيب هسيب مواطن النهاردة قاعد في بيت ولا قدر الله ممكن يتعرض لأي انهيار أو يحصل أي مشكلة في هذه المنطقة يعني تؤدي لمشاكل للناس، ممكن الناس يبقى فيه ضحايا؟ هل احنا نعمل عملية إنقاذ للناس ولا نسيب الناس لبعض الشر زي ما حصل صخرة الدويقة 2008 تقريبا ولا 2009 تقريبا 2008، نسيب الناس تبقى كده يقع عليهم البيوت وتقع عليهم الصخور والناس تموت ويقول لك الدولة فين؟ لا، الدولة اتحركت في الملف ده، بتتحرك في الملف ده عايزة تحافظ على ولادها وبتعمل لهم، مش بتعمل ده عملت. انا بكلمك على حدائق اكتوبر، كنت معدي من 2 أسبوع 3 من هناك، مكان ما تقولش عليه ده يعني في منتهى الجمال، يعني تحب انك تسكن في هذا المكان. بكلمك بجد والله، شقة مفروشة كويس، المواطن بياخد بس خد حاجتك وروح تستلم المفتاح حالا. لحد النهاردة اتسكن اكتر من 300 اسرة اللي اتنقلوا. لو هو يشوف بيته اللي كان قاعد فيه ويشوف الشقة اللي هو قاعد فيها اللي سكن فيها النهاردة، هيلاقي فارق كبير جدا، ان هو ده اللي الدولة بتشتغل عليه، حياة الناس وآدمية الناس واحترام حق المواطن يعيش في مكان كويس، يبقى عنده كل الخدمات وفي مكان آمن وما عندكش اي مشاكل تماما، الدنيا تبقى تتظبط. فأرجو الناس ما تسمعش لي من يحاول انه يسخن، لا، انا بكلمك على منطقة بعينها اللي هي سن العجوز، نتكلم تقريبا 300، اكتر من 300 اسرة، 300 يمكن 75 اسرة تقريبا لحد النهاردة. من كام يوم كان في مشكلة ما بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، وحصل تحقيقات النقابة، والنهاردة حسن كان موجود في النقابة، الخناقة اللي حصلت وبعدين اصطلحوا مع بعض. طيب حسن، اولا مساء الخير. مساء النور يا استاذ احمد. ايه اللي حصل النهاردة؟ ما فيش والله، احنا كان في مشكلة كده ما بينه وما بين اخويا رضا البحراوي بس، فتقدمنا للتحقيق النهاردة في النقابة بس، ورحنا وحضرنا الجلسة
وبعد كده خلصت ومشيت. اتفاجئت بقى ان في قرار ان رضا البحراوي خد شهرين وانا خدت وقف الاجل غير مسمى. يعني ما تغنيش تاني؟ مش عارف اغني تاني ولا ما اغنيش، مش فاهم دي يعني، دي بقى بتاعتهم هم. بس انا يعني ما اعرفش القرار ده لقيته طلع، فبس فانا راضي بالقرار والنقابه يقولوه يعني. يعني القرار اللي طلع مع اي قرار النقابه تطلعه مع اي، ما هم بقى اللي هم شايفينه صح، اكيد هم اللي هم شايفينه صح بيعملوه. نعم. وانا معاهم يعني. هل شافوا فيديوهاتك؟ شافوا الكلام اللي اتقال؟ ايه اللي حصل في التحقيق النهارده؟ هم اتكلموا وقالوا ايه اللي حصل معاك. قلت لهم ان انا المفروض نمرتي ان انا اشتغل، ما ينفعش ان انا اطلع الاقي فرقه تانية على الاستديو. فانا طلبت مره واثنين وثلاثه ان فرقه رضا تنزل. اكيد ما حدش من المتعهد اللي كان عامل الحفله اكيد ما حدش بلغهم، وهم قالوا كده ان ما فيش حد بلغنا والله يا حسن وكده. نعم. فالمهم هو حصل سوء تفاهم من عندهم ومن عندنا، وفي الاخر عملنا مشكله انا ورضا. الفيديوهات اللي هي نزلت ديت اللي هي فيها شتايم يا حسن، هي دي اللي يمكن زعلت الناس كمان. هو ان انتوا شتمتوا بعض بطريقه قدام الناس وكل الفيديوهات نزلت. هو غصب عن الواحد برضو يعني، انا غصب عن الواحد برضو انا عملت ده علشان خاطر برضو انا شتمت برضو بامي والكلام دوت، فالموضوع ضايقني. بس ففي الاول وفي الاخر احنا ترضينا انا ورضا على تيبل واحد. فدلوقتي لما جمهوري ناداني فرحت قايم، جمهوري بيحبني، هو شايف ان حسن لم جمهوري بيحبني لما بقوم يعني بدون ذكر اسماء اعلامي بدون ان انا اطلع معاه في برنامج. فانا قلت له لا مش هينفع والله، فاصبح ان هو بقى ابتدى يسخن الناس عليا ويسخن الدنيا عليا والاعلام عليا والكلام ده. فبس فخلصوا ايه فخلصوا القصه ديت. بس طيب حسن، النقابه هل اتصلت بيهم؟ حد كلمك منهم؟ مين بلغ بالقرار؟ امشي ولا ايه؟ الو مش سامع. مين بلغك بقرار الوقف؟ انا دخلت والله لقيته مكتوب مرفوع على السوشيال ميديا. طيب ما كلمتش حد عشان تتاكد؟ لا لسه والله يعني، لسه كلمنا الاستاذ سعد متولي. وقال لك ان شاء الله يعني مش الجمل على الهوا. لا 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 مش يعني، انا قلت جمله فهم الناس اللي هم الطبالين والعازفين هم خدوا الكلام ان انا بشتمهم هم. فانا طبعا انا عشان كده عاملين توقيعات ضدك. ايوه بالظبط كده. فانا دلوقتي انا اصلا معايا فرقه فيها عازفين وفيها طبالين. فانا اصبح لو انا شتمت الطبالين او العازفين يبقى انا شتمت فرقتي كمان يعني. انا هنت فرقتي. فانا يستحيل ان يطلع مني اي لفظ زي دوت ليهم هم بالذات. انا بحترمهم جدا اذا كان اي طبال، من اصغر طبال لاكبر طبال، لان احنا من غيرهم اصلا يعني اي مطرب من غير اي طبال ومن غير اي عازف هو ولا شيء. نعم. فانت ال 2000 واحد اللي جمعوا توقعات دول عازفين وطبالين وغيرهم دول بتقول فيه مش يعني انت بتعتذر لهم ان انت انا الكلام الجمله اصلا يا استاذ احمد انا قايلها وقلتها لهم في النقابه وشرحتها لهم. دول اللي مقومينك يعني، دول اللي معاك، من غيرهم مش هتعمل حاجه يعني. من غيرهم اي مطرب، مش انا بس يعني، اي مطرب في العالم من غير فرقه، الفرقه دي هي العمود يا استاذ احمد بتاع. ايه الرساله بتوجهها للنقيب هاني شاكر؟ بوجه رساله للاستاذ هاني شاكر وبقول له دي اول غلطه يعني انا عملتها. وطلعت انا ورضا اتاسفنا للجمهور واتاسفنا للنقابه، وقلنا برضو بعد ما اتاسفنا وعملنا الـ 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 الفيديو ان احنا اتاسفنا فيه، قلنا احنا هي يعني ملهاش علاقه بينا احنا.
كمصر وكشعب يعني خارج عننا. ايوه ما انا بقول لك يا استاذ احمد دياب، بس فانا بتكلم ان يعني انا كده كده يعني انا يعتبر ابني دلوقتي من ابناء النقابه وابنهم. فانا بس حسن يعني انت ليك جمهور وناس بتشوفك كتير وعندك يعني بيتفرجوا عليك كتير وفيديوهاتك بتعمل يعني مشاهدات بالملايين بعشرات الملايين، وبالتالي انك ما ينفعش تخرج تقول هذا الكلام ابدا. هو ده اللي انا اتكلمت فيه يا استاذ احمد، ودي كانت اول غلطه ليا وانا طلعت اتاسفت وبتاسف كمان دلوقتي على الهوا، ان اي حد سمع من حسن اي لفظ خارج او اي حاجه خرجت مني من وانا متضايق او وانا غصب عني، انا بتاسف لهم وبقول لهم ما تزعلوش وحقكم عليا، وان شاء الله دي هتكون اخر يعني دي اخر غلطه ان شاء الله. انا ما بتكلمش، انا بتكلم بتاسف للناس، انا بعيد عن قرار النقابه، النقابه هي خدت القرار وانا معاهم، انما انا مش بتاسف علشان خاطر يعني قرار النقابه والكلام ده. لا النقابه ايه بالنسبه لك يعني لما سمعت القرار ده عملت ايه؟ والله قلت الحمد لله يعني كل اللي جيبه ربنا كويس وبس. فانا دلوقتي بشوف بقى، انا بشوف المشاكل والقصص التانية اللي بحاول ان انا دلوقتي ابتدي ان انا هقعد واحلها مع الناس. حل مع الناس وحل مع النقابة وتعمل بعد كده يعني الاجراءات اللي هي تشوف لعندك محامي ويشتغل بشكل قانوني. وان انت بتحترم قرار نقابتك ده امر مهم أكيد جدا. أكيد نعم أكيد يعني أكيد احترام القرارات اللي طالعه مهم. اكيد طبعا اكيد طبعا احنا طبعا انا كده كده انا وما نعملش تحايل على قرار النقابه، لا نتحايل عليه. لا 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 لا, لا. انا كده كده انا بحترم قرار النقابه وانا بقول انا معاهم برضو لغايه يعني لغايه اخر لحظه، اللي هم برضو شايفينه صح اكيد هيعملوه وانا معاهم يعني. بس حسن شاكوش بشكرك، شكرا، ربنا يخليك يا استاذ جزيلا، ربنا يخليك. نطلع ربنا فاصل ثم اعود لحضراتكم. أرجع مع حضراتكم مرة تانية، معنا الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. قل لي حيثيات قرار رضا البحراوي حسن شاكوش، إيه اللي تم، إيه التحقيقات الأول، إيه الاتهامات أولا وبعد كده نروح للقرار. الاتهامات طبعا بالنسبة لحسن شاكوش، حضرتك يمكن كل مصر اتفرجت على الفيديو اللي عمله وطبعا يعني في للاسف في الفيديو ما عدا انا ما شفتوش بالمناسبه. معقوله؟ قريت بس لكن ما شفتش. طب لو حضرتك كنت قلت لي كنت بعته لك. لا مش عايز اتفضل لا طبعا كان فيديو غير طبيعي يا استاذ احمد، في يعني كلام يعاقب عليه القانون اصلا. طبعا انا عايز اقول لحضرتك انا مش ضد حد اصلا ولا ضد ولا مع. انا بتكلم على ان المبدا الفيديو، ايوه بالظبط، هذا الفيديو يتقال على مسرح كمان على مسرح ويقول للناس رددوا معايا. فطبعا كلام مبدئيا استاذ حك مش عايزين نقول ولا جمله ولا كلمه ولا اي شيء من اللي اتقال، خلينا خالص انا بقول كلام يحاسب عليه القانون. ايوه اتفضل. بس يحاسب عليه القانون يعني لا قانونا يتحاسب قانونا. فطبعا كان الـ وفي نفس الفيديو اهان قطاع من الموسيقيين. فطبعا كان في ثوره عارمه لهذا القطاع. فطبعا كان لازم يتخذ قرار بالوقف. يعني الوقف لازم، ولا سحب التصريح بتاعه وبالتالي ما يغنيش تاني، ما يغني يعني حاليا سحب الترخيص لاجل غير مسمى. يعني نعم. سحب ترخيص الغناء لاجل غير مسمى. نعم غير محدد المده، غير محدد. لا نتيجه للجرم يعني اللي شفتوه بالظبط. واجهتوه بالكلام ده، قال ايه لما واجهتوه؟ عشان هو من شويه كان معانا وبيتكلم وبيعتذر بيقول احنا اصطلحنا وكده. قول لي يا فندم في التحقيق قال ايه؟
لا هو ما انكرش الفيديو. قال انا غصب عني. وطبعا يعني الفيديو او الكلام بمعنى اصح اللي اتقال ما كانش ينفع يتقال غصب عني، لان انت فنان وعلى مسرح لازم تبقى كل حاجه محسوبه عليك. نعم. الفنان يا استاذ احمد ده قدوه للناس اصلا. نعم. نعم. فكل حاجه، كل كلمه بتطلعها من بقك لازم تبقى محسوبه. مش عشان انا اتنرفزت من حد فاعمل كده. نعم. لا، كل واحد لازم يملك انك ازاي تمسك غضبك، وازاي تحافظ على الذوق العام، وازاي تحافظ على جمهورك اللي بيسمعك واللي معجب بيك. نعم نعم. طيب بالنسبه لرضا، بالنسبه لرضا طبعا كان يعني اقل بكثير جدا من حسن. اتوقف شهرين مع التزامه بسداد اجور الفرقه في خلال الشهرين دول. لاختلاف الجرم يا استاذ احمد. نعم. يعني عشان ما حدش يقول مثلا يعني رضا توقف وبالتالي اكل عيش الناس اللي معاه يديهم مرتباتهم شهرين. يديهم مرتباتهم الشهرين. ايوه. نعم. لان رضا بيشتغل بفرقه، رضا بيشتغل بحوالي 35 40 فرد. فده مسؤوليته هو بقى، مسؤوليته انه يسدد اجور الناس خلال فتره الايقاف. طيب هل عندهم يعني يستأنفوا او يعارضوا او يقدموا يتظلموا من هذه القرارات ولا لا؟ ايه اللي عندهم كلائحه او قانون؟ اللائحه او القانون ان اي حد ممكن يتظلم، بس ده مش هيتاخد قرار غير بمجلس، زي ما اتاخد قرار بمجلس بالايقاف او بسحب العضويه لازم يتاخد قرار تاني لو حد قدم او كده. فبس انا ما اعتقدش دلوقتي خالص ينفع ان احنا نعمل كده، يعني دلوقتي صعب طبعا عشان الدنيا سخنه شويه. لا سخنه كتير يا استاذ، كتير سخنه كتير. نعم. لكن ليهم في خلال قد ايه يعني؟ مفترض بيتحدد مثلا خلال اسبوعين، خلال شهر، خلال ثلاث شهور، يعني ليه مده ولا مفتوحه انه يتظلم خلال قد ايه؟ والله علشان ما اكونش برضو بفتي، يعني انا مش جهه قانونيه عشان عارف بالظبط. نعم. انما انا بقول لحضرتك كعضو مجلس كواحد مصري عادي، يعني حتى مش قاعد. هل ممنوعين من انهم يغنوا في مصر وبره كمان ولا في مصر بس؟ يعني لو عنده حفلات بره يروحها ولا لو عنده حفلات بره يروح. انما سحب الترخيص ده يا استاذ احمد، برضه سحب الترخيص ده معناه انه لازم عشان يطلع بره بياخد اذن من المصنفات او اذن من النقابه. وبالتالي ده هيأثر كمان عليه خارجيا، اعتقد كده. نعم. هل ده بتواجهوا النوعيه دي من الحالات ديت، عايزين تعملوا ضبط شويه للموضوع اللي بيحصل، حاله الانفلات من البعض اللي بيحصل؟ اكيد يا استاذ احمد طبعا، حته ان الموضوع بقى اوفر قوي، وده يشتم ده ودي مش عارف ايه، ويا ابو كرش، والتاني يقول له مش عارف يا ايه. والسوشيال ميديا يا استاذ احمد دلوقتي على مستوى العالم كله بنشوفها. فمش معقول احنا مصر اللي احتضنت كل نجوم العالم وبداوا نجوميتهم من مصر، من ملحنين مصريين ومؤلفين مصريين وموسيقيين مصريين. نعم. فمش في الاخر هنبقى ده عنواننا ان احنا نقعد نتنمر على بعض؟ يعني لازم الصوره الايجابيه او الصوره بتاعتنا اللي احنا كده شفناها وتربينا عليها وتربينا عليها مظبوط، والناس اللي عارفه مصر بيها بالظبط كده، ما نصدرش حاجه سلبيه بالظبط. وده دوركم كنقابه مسؤولين عن ده. اكيد طبعا. اشكرك استاذ حلمي عبد الباقي، بشكرك عضو مجلس اداره نقابه المهن الموسيقيه. كفر الشيخ النهارده موجودين هناك عشان نتابع حياه كريمه، وزي ما قلت بنفضل مستمرين في هذا الملف كل يوم ان شاء الله. يكون عندنا محافظه ويكون معانا محافظ الاقليم، بننزل القرى، بدا الشغل في هذه القرى من شهرين ولا حاجه، ونشوف ايه اللي اتعمل وايه اللي بيتعمل. قرى تقريبا ما فيهاش حاجه بمعنى اللي هي حاجه الناس كانت تتمناها سنوات طويله جدا،
يتمنى يبقى عنده كهرباء، عنده تليفونات كويسة، عنده صرف، عنده مية، عنده مدرسة كويسة، بدل الفصل ما بعض المحافظات 70 و80 و90 في الفصل يبقى 40 35 25. يا سلام، تبقى حاجة جميلة جدا. بدل ما عنده وحدة صحية متكسرة ما فيهاش طبيب ما فيهاش حد، يتعمل وحدة صحية نموذجية. بدل ما كانش عنده مجمع خدمات، خدماتنا تخلص في هذا المجمع، بدل ما لف 7 دخات والسبع لفات زي ما بيقولوا واجري هنا وروح هنا ومصاريف، لا، يبقى عندك وحدة أو مركز أو مجمع لتقديم خدمة للناس، بمعنى كلمة خدمة انك تروح تخلص ورقك في المكان ده بس، ما تلفش على 30-40 وزارة وجهة و70-80 جهة وهيئة. هو مكان ده هخلص ورق ابن مدرسة خلصه، علاج صحة اخلصه، مش عارف تموين بطاقة ومشاكل ونقاط خبز يبقى هو مكان واحد تخلص فيه ده. جمعية زراعية واهالينا مزارعين فلاحين بياخدوا سماد، بياخدوا تقاو، بياخدوا جمعية زراعية، يبقى فيه مكان للخدمات الزراعية في هذه الاماكن. ايه اللي بيتم النهاردة في محافظة كفر الشيخ؟ معنا سيادة اللواء جمال نور الدين. اولا مساء الخير فندم. مساء الخير يا احمد بيه. اولا نطمئن على كفر الشيخ، نطمئن الاول على المشروعات اللي موجوده، وصلنا لحد فين؟ ايه عدد القرى اللي موجوده عندنا؟ بنعمل ايه في القرى؟ هو الحقيقه في اطار المبادره الرئاسيه لتطوير الريف المصري حياه كريمه، كانت مستهدفه مركز مطوبس. مركز مطوبس ده عندنا في اقصى الغرب، بيقع على النيل وعلى جزء منه على البحر الابيض المتوسط، يمثل 18 قرية 187 تابع باجمالي 350 الف نسمة. المركز ده كان بيعاني زي ما حضرتك ذكرت من تراجع في بعض الخدمات المرافق، وكان مصدر في السنوات السابقة للهجرة غير الشرعية. الحقيقة انه بيحصل من حوالي اكتر من 3 اشهر تغيير شامل لكل نواحي الحياة ما بين مرافق، سواء مية، مشروعات مية، مشروعات صرف صحي، مشروعات كهرباء، غاز، اتصالات، ايضا انشاء مجمعات خدمية لخدمة أهالينا بدل ما ننتقل لعاصمة المركز أو لعاصمة المحافظة، لا، يبقى مجمع حكومي صغير شامل التموين والبريد والشهرة، الخدمات الحياتية بتاعت أهالينا في الريف. أيضا مجمعات صناعية وحرفية صغيرة للورش الصغيرة، عشان يبقى أبنائنا الشباب عندهم مشاريع تبقى موجودة، وأيضا توفير تمويل ومن سواء جهاز مشروعك اللي تابع للتنمية المحلية أو من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي تابع لوزارة الصناعة والتجارة. أيضا توفير مجمعات بيطرية وزراعية، لأن طبعا ده الريف. أيضا المركز الحقيقة احنا نتميز ان عندنا حياة كريمة ما بتشملش الريف بس، لا، بتشمل طبقة الصيد كمان. لأن عندنا صيادين في البحر وصيادين في بحيرة البرولوس والنيل. الحقيقة برضو المبادرة شاملة الصيادين، وكان عندنا السيدة وزيرة التضامن وفي إحلال وتجديد للمراكب لصغار الصيادين الأقل من 6 متر، صرف أدوات للصيد ومساعدتهم، وفي ان يبقى في تسويق للانتاج من توفير سيارات مبرده. فالحقيقه حياه كريمه في كفر الشيخ شامله الريف وشامله الصيد. التطوير الشامل اللي المواطنين بيشهدوه واللي كانوا بيعانوا منه من سنوات شمل ايضا مجمعات سكنيه، شمل سكن كريم، لانه بعض اهالينا بيبقى المبنى بلا سقف او يعرضوا للامطار او خلافه. الحقيقه منظمات المجتمع المدني وانا بشيد بيها ساعدتنا كتير في مبادره حياه كريمه في حاجتين، سواء توفير السكن الكريم لبعض اهالينا الاكثر احتياجا، او
في توفير تبرعات لمواقع خدمية، لأن احنا الحقيقة كان بعض المواقع بنعاني ان مفيش أرض أملاك دولة أو حتى جهة ولاية أخرى. فالحقيقة أهالي المنطقة لما بيلاقوا ان في الدولة هتوفر لهم خدمة بيتعاونوا في انهم يوجدوا لنا قطعة أرض. الحقيقة أيضا أنا بشيد بالمواطنين في جزئية ان احنا تفاعلنا معهم في حوار مجتمعي، ايه رأيكم في المشروعات اللي بتتعمل، ايه مقترحاتكم، ايه التطوير اللي انتم محتاجينه، هل الخدمة محافظ. دي اهم من الخدمة دي؟ الحقيقة عملنا كذا حوار مجتمعي وانا يعني طيب فضل. هتكلم على الحوار المجتمعي، ولكن عايز لان انا بشوف البيوت اللي احنا بنعرضها دلوقتي حاجة يعني صعبة جدا، مسألة زي ما بقول كده الله يكون في عون اهالينا اللي قادرين يعيشوا في هذه المنازل، وخاصة ان انتوا محافظة كفر الشيخ في وقت الامطار بتبقى محافظة يعني مطيرة، وهذا وضع يعني للناس زي ما بقول كده انك بتغير حياة الناس، هذه المنازل اللي احنا بنشوفها. فضل. نعم فضل. البيوت دي هنعمل فيها ايه يا فندم؟ طبعا حضرتك زي ما ذكرت الاجواء عندنا اجواء ساحليه قاسيه، ففي امطار بتستمر تهطل من 4 لـ8 ساعات مستمره وبكثافه، فطبعا البيوت بتتضرر. احنا الحقيقه في مجمعات سكنيه تم اختيار موقعها لبديل لتلك المواقع، وايضا منظمات المجتمع المدني زي ما قلت لحضرتك تشاركت معانا في انها تعمل احلال وتجديد لتلك المنازل بحيث انه يبقى في سكن لائق زي ما حضرتك هيتعرض او اتعرض على الشاشه. لا بيتعرض اهو تاني. الجزء الاهم الحقيقه انه بندخل المرافق ايضا مش بس ست المبنى. المحافظ معلش انا هقف يوسف معلش معانا بس ست المبنى الحقيقه خلي انا بمدله ميه نقيه خلي سيادتك معايا معلش انه في فيديو عايز نشرح بس للناس ونوريهم قبل ده يا يوسف معلش ارجعوا سيادة المحافظ معانا وبيتابعنا نوري الناس بس يا جماعه حياه الناس واهالينا في احدى قرى محافظه كفر الشيخ زي ما انتم شايفين كده. اقف هنا معلش يا يوسف اقف هنا ده المفترض مطبخ مش كده ولا ايه؟ ولا دي اوضه؟ مطبخ المفروض صح؟ شايفين حضراتكم انا بوري حضراتكم مطبخ حمام معيشه غير إنسانية بصراحة. ناس اتحملت عشرات السنين الوضع اللي قدامكم ده. كمل يوسف لو سمحت الفيديو وسيادة المحافظ يعلق كمان على هذه الأمور زي ما احنا بنشوف كده أحد المنازل أو دي المنازل اللي أهالينا في كفر الشيخ قرى كفر الشيخ بعضها كانوا عايشين هنا عايشين في هذا المكان. حضراتكم التغيير آدي الأسرة ما عندهاش حاجة بيناموا على الأرض، ناس نايمة على الأرض ما عندوش. حضرتك شايف معلش شوف المشهد ده اقف هنا معلش اقف هنا شايفين البيت شايفين منظر البيت دي بيوت ناس عايشة هنا واسر المواطن والابن والطفل والاسرة اللي قاعدة هنا وانه محدش فكر فيه ولا حد سأل عليه. النهاردة انت بتشيل البيت ده وبتغيره وبتعمل له مجمع خدمات، دي التغيير اللي بيتم للناس. انت ممكن تبقى قاعد وسعيد ومبسوط بس في ناس تانية ميتة وهي عايشة ميت، يعني هو على قيد الحياة بس مش حياة، اللي قدامك ده مش حياة. فانت عشان كده رئيس الجمهورية قرر ايه؟ يغير الحياة اللي قدامك دي. اتفضل سيادة المحافظ. هو طبعا زي ما حضرتك اشرت المواطن لما يحس ان الدولة وصلت له لغاية بيته والطريق اللي قدامه مرضى المرافق مية كهرباء توفير فرصة تعليمية لأبنائه مكان صحي لائق يعالج فيه أولاده المواطن بيحس باهتمام بالدولة وبالتالي امتنان الحقيقة المواطنين هناك في الزيارات أكثر من رائع لأن هم طبعا لقوا الدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس شخصيا مهتمة بمد المرافق اللي هم ما كانوش متوقعين انها توصل لهم في اقصى غرب المحافظة. حقيقة كان بيحصل تطوير جزئي لبعض واحلال وتجديد لجزئي لبعض المرافق لكن ده تغيير شامل. هو شايف تغيير شامل، مدارس بتتبني من اول وجديد او احلال وتجديد، الفصول كثافتها زي ما حضرتك اشرت مستهدف انها تنزل
35 40 المتوسط الطبيعي بدل ما هي 60 و70 قضاء على الفترات المسائية اللي موجودة في بعض المدارس. الوحدات الصحية هتبقى متواجدة، المستشفى الرئيسي وتكلفته تصل الى 700 مليون جنيه تم اعتماده بتجهيزات كاملة بخدمات بقوة بشرية. الحقيقة النماذج الموحدة اللي اقرتها الدولة وفخامة الرئيس لمجمع حكومي موحد او مجمع بيطري وزراعي هيقدم خدمة كمان لمهنة الزراعة والماشية. انت حضرتك ده بتغير طبيعة الحياة للمواطن وفي نفس الوقت بتمدله خدماته لغاية القرية بما فيها حتى الغاز بما فيها الاتصالات والانترنت. كل ده معمول حسابه في المشروع في خلال التنفيذ حياة كريمة في مركز مطوبس. الحقيقة المركز هيستفيد بخدمات قوية جدا وهيبقى نموذج قابل للتكرار في بقية المراكز بإذن الله على مدار تطوير الريف المصري في المبادرة الرئاسية. طيب سيادة المحافظ، المجمع السكني اللي هيتعمل، البيوت اللي احنا بنعرضها دلوقتي دي هتزال تماما، هيتبين مكانها ولا الناس هيتنقلوا مجمع آخر مكان آخر مخصص ليهم؟ هو البعض من اللي بيتعرض ما بين هيحصل له احلال وتجديد في مجموعه المساكن اللي هو سكن كريم، وده بالتشارك مع منظمات المجتمع المدني بحيث ان انا مديله ميه وكهرباء واسقف المبنى. الجزء الثاني لا، انا هننقل بعض الاجزاء وهنتيح للاسكان في مجمعات سكنيه بحيث ان هو يبقى التوسع بعد كده هيبقى راسي بدل ما هو التوسع افقي عشان نحافظ على الارض الزراعيه. نعم. طيب النهارده بتكلم حضرتك بتقول لي في مدرسه، في كم مدرسه بيتعملوا جداد او تطوير كمان مع تطوير الانشاء جديد؟ انشاء جديد 43 مدرسه بتكلفة 420 مليون جنيه. الانشاء احلال وتجديد في حوالي 42 مدرسة. دول هيغيروا في المركز شكل الحياة التعليمية بالكامل. لانه التعليم عندنا في مركز مطوبس في فترات مسائية وفي كثافات فصول تصل الى 60 و70. نعم. ايضا شامل التعليم ده التعليم الازهري لانه التعليم مطلوب، وايضا شامل التعليم الفني. واحنا الحقيقه من السنه اللي فاتت في محافظه كفر الشيخ بالتنسيق مع وزاره التعليم انتهجنا ان احنا نعمل فصول لخدمه المجتمع، فصول من التعليم الفني للصراع السمكي. نحن عندنا مزارع سمكيه عديده، عندنا طبعا ابرزها المزرعه القوميه غليون. أيوة. بخلاف مزارع للمحافظه او هيئه الثروه السمكيه فمحتاجه فنيين. فالتعليم الفني عشان يجد وظيفه على طول وينزل لسوق العمل بصوره مباشره اتعمل جزء منه فصول للتعليم السمكي. ايضا فصول للامداد في التعدين، وتعاملت السنه دي هتشتغل مدرسه للتعدين. نحن عندنا الحقيقه في الفصل السنوات الست السبعة السابقة اتعمل مشاريع قومية الرمال السوداء، وبإذن الله هتبقى افتتاح هيشرفها فخامة الرئيس. محطة الكهرباء البرولوس، بركة غليون او مزارع غليون. نعم. هي عندنا عدد من المشاريع القومية موجودة، محطة الكهرباء البرولوس الرئيسية. الحقيقة دول كلهم بيحتاجوا فنيين. عندنا أيضا في الجامعة كلية للثروة السمكية، وبالتالي هيبقى في إمداد مستمر من الفنيين والمواطنين هيجدوا، وخاصة في مركز مطوبس إنه بيتميز إن في منطقة صناعية هيجدوا فرص عمل في المنطقة الصناعية. وفي التعليم الحقيقه، وده برضو انا بشيد بيه، التعليم المزدوج انه بياخد 4 ايام الطالب بتاع التعليم الفني يدخله في المنطقه الصناعيه في منشات بيتم التوافق عليها بحيث ان الطالب يتدرب وصاحب المنشاه يختار من الطلبه اللي بتتدرب بيه عامل هيتخرج ويبقى هو ضمنه وعارفه واشتغل
معاه، وبالتالي الطالب هيجد فرصة عمل في المنطقة الجغرافية اللي هو ساكن فيها. نعم. وصاحب المنشأة هيجد عامل متدرب جاهز ليه انه ينزل سوق العمل على طول. سيادة المحافظ، الهجرة غير الشرعية قد ايه انخفاض؟ هل انتهت تماما ولا لا في ظل المشروعات؟ وحضرتك قول لي كمان على البطالة اللي موجودة عند حضرتك، وخاصة المشروعات اللي سيادتك بتتكلم عليها، وايضا مع حياة كريمة قد ايه فرص العمل اللي موجودة؟ هو طبعا الهجرة غير الشرعية الدولة خدت اجراءات بالتنسيق مع كل الجهات. نعم. تقريبا في اضمحلال كامل. لكن حضرتك عارف ان الجريمة دي جريمة ما لا تنتهي. صح. وخاصة انه بتتم على ارض كفر الشيخ كساحل، لكن بيبقى ليها اتفاقات في محافظات اخرى اللي هي طاردة للعمالة. الحقيقة تقريبا اضمحلت تماما، زائد تواجد فرص العمل اللي موجودة زي ما قلنا في حاليا مناطق صناعية، في مجمعات حرفية هتتعمل هتستوعب الطاقة البشرية، وبالتالي هتبقى جاذبة وليس طاردة. الحقيقة الدولة زي ما قلت لحضرتك بتشجع على العمل الصناعي أو التجاري بتوفير قروض ميسرة سواء من جهاز المشروعات أو من مشروع التنمية المحلية. نسب البطالة الحمد لله ابتدت بالمشاريع القومية اللي موجودة على أرض كفر الشيخ، ابتدت تشغل العمالة اللي موجودة، فابتدت نسب البطالة تتراجع بصورة جيدة. كانت وبقت، كانت كام وبقت كام دلوقتي؟ يعني هي كانت فوق العشرين، الحمد لله تراجعت دلوقتي للستاشر او اقل. نعم. سيادة المحافظ بتعملوا، هل بتعملوا فعلا نموذج؟ معمولات ان احنا المهن الرئيسية عندنا زراعة وصيد. نعم صحيح. بتعملوا نموذج من ابراج العالمين عندكم في كفر الشيخ؟ والحقيقة المبادرات الرئاسية المتوالية زي مبادرة تطوير الريف، في مبادرة رئاسية لتطوير عواصم المحافظات. والحقيقة احنا كان عندنا مشكلة في تراكم طلبات الإسكان على مدار السنوات السابقة. الحقيقة الدولة وفخامة الرئيس تم تحديد ثلاث مواقع لتجمعات سكنية. الاهم من الهيئه الهندسيه بنفسها اللي بتبني، واستلموا قطعتين من التجمعات السكنيه دي من 3 اشهر لبناء 24,000 وحده سكنيه. استلموا وابتدت العمل، غابه من الابراج واماكن دق الخوازيق، وارتفع البناء لغايه 3 ادوار. بقى المواطن في كفر الشيخ عنده امل انه خلاص مشكلته الحمد لله بشايفها بتنتهي. التجمع الثالث الحمد لله ده في مدخل المدينة ومميز جدا أمام الجامعة. الهيئة الهندسية استلمته منذ عدة أيام، وبإذن الله يعني شرفنا أن اختيار الدولة وفخامة الرئيس أن احنا نبقى أول عاصمة محافظة بإذن الله بخلاف العالمين والعاصمة الإدارية، أن هيتعمل فيها 8 أبراج أيقونية، 34 دور و44 دور في إطار تجمع سكني متكامل ب 162 عمارة سكنية 11 دور هيشيلوا حوالي 13,000 نسمة، بخلاف مراكز تجارية وإدارية ومجمعات مدارس. سيادة المحافظ، منها 2 مدرسة دولية ومنها جامعة مصغرة للتعليم الفني الدولي. طيب سيادة المحافظ، عشان معانا نماذج الأبراج اللي هتبقى موجودة عندكم في كفر الشيخ، مين هيتولى يعني عملية تصميم، عملية البناء، امتى بدأنا هنخلص، يعني في خلال قد ايه تخلص، واستيعاب قد ايه؟ تم تسليم الارض للهيئة الهندسية وهي الجهة المشرفة على البناء بالتعاون مع احدى الشركات المقاولات المصرية والأجنبية. هيتم هيبدأ البناء في خلال، هم في مرحلة التحضير دلوقتي. مقدر ان المرحلة الاولى من البناء حوالي 24 شهر.
المرحلة الثانية ال 36 شهر اللي هي اللي تشمل الأبراج المنطقة كلها هتشمل 13,000 وحدة سكنية غير بخلاف المراكز التجارية والإدارية والتعليمية. والأهم من الإنشاء يا فندم إن هتشتغل عندنا فرص عمل عديدة. يعني الثلاث تجمعات السكانية خلقوا 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. نعم. والأهم منه بعد الإنشاء إن المراكز التجارية والإدارية دي هيبقى فيها فرص عمل لأصحاب منشآت وأيضا للعاملين في تلك المنشآت. فوجه الحياة بالكامل مش إسكان بس هيتغير في عاصمة المحافظة. وده الهدف الرئيسي في تطوير عواصم المحافظات الرعاية في المبادرة الرئاسية لأطلاقها في 5 الرئيس. بالنسبة لتبطين الترع اللي وصلنا فيه لحد دلوقتي في هذا المشروع في كفر الشيخ، عملنا كم كيلو الاستفادة القرى ده بيخدم الأهالي ازاي، بيخدم الزراعة ازاي، بيوفر لنا ايه؟ طبعا هو مشروع رائد للحفاظ على المياه والفاقد اللي كان بيبقى موجود في المياه. الجزء احنا الحقيقة مستهدفين في المرحلة الحالية مع وزارة الري حوالي 23 كيلو من الترع اتنفذ منه لغاية دلوقتي حوالي 70%. الحقيقة وجه الحياة في الريف اتغير تماما بالتبطين، درجة نقاء المية وانسيابها. وانت حضرتك عارف ان احنا اخر الدلتا فرع رشيد. فالحقيقة احنا عندنا اراضي زراعية ضخمة وعندنا عديد من المزارع السمكية. كل ده بيحصل انه بيقضي على الفقد المائي، بيتوفر المية بصورة افضل، المنوبات بتاعت الري افضل. الحقيقه احنا كمان يعني نتميز في الزراعه ان احنا عندنا محاصيل رئيسيه مش القطن بس، احنا عندنا انتاج 42% من الارز على مستوى الجمهوريه بخلاف الذره. يعني عندنا استهلاكات في الزراعه والصناعه، لانه برضو الزراعه مرتبطه بالصناعه. عندنا 43 مصنع للعلف السمكي والحيواني، وبالتالي ده بيستخدم الذره وفول الصويا وخلافه. فالحقيقه الدورتين زراعه وصناعه معتمدين على بعض في الجزئيه دي. طبعا دلوقتي وزاره الزراعه انتهجت هي وزاره الري الري المصور واساليب جديده من الاستهلاك الجيد او المقلل للميه، لدرجه ان في اصناف من الرز بتتسقي كل 8 ايام. الحقيقه عندنا معاهد بحوث زراعيه جيده جدا، والكل بيتعاون مع ايضا الجامعه في استنبات محاصيل جيده وتعتمد على ميه اقل. نعم. طيب سيد محافظ، طريق دسوء اعتقد كان متوقف منذ سنوات، ايه اللي بيتم في هذا الامر حاليا بالاضافه الى مستشفى الاورام؟ هو الحقيقه طريق دسوء زي ما حضرتك اشرت كان بقاله يعني عدد من السنوات كان فيه مشاكل فنيه وماليه. حقيقة الدولة رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء زارونا من عدة أشهر، تم استعراض الطريق. الطريق بينقل الحركة ما بين عدة محافظات، بينقل الحركة من محافظات الوجه البحري في شمال الدلتا إلى اسكندرية والبحيرة، وأيضا بيربطه بالطريق الساحلي يصل إلى دمياط ومحافظات القناة. فهو طريق عبقري. الحقيقة تم الدفع بمعدلات التنفيذ، وحاليا المرحلة الأولى منه على وشك الافتتاح. أيضا مستشفى الأورام زي ما حضرتك أشرت في ذات الزيارة الحقيقة تم الدفع، وبإذن الله هتحظى بشرف أنها تكون في افتتاحات رئاسية، لأنها المستشفى الحقيقة بتخدم أهالينا مرضى السرطان في شمال الدلتا كله. وايضا المستشفى الحقيقه متكلفه ما يتعدى المليار جنيه. هي حاليا في مرحله
التجهيزات الكهروميكانيكية والتجهيزات الأساس وقربت على بإذن الله أن يحصل فيها افتتاح. كان اتعمل مسح جوي لهيئة الطاقة النووية عن الرمال السوداء ولقيت أنه تقريبا كفر الشيخ واحدة من أكثر محافظات اللي فيها الرمال السوداء. عايزين نتكلم على هذا المشروع الذي يعد من أحد المشروعات الكبرى للدولة المصرية. الرمال السوداء تقول للناس بتستخدم في إيه، النماذج بتاعتها إيه، الجزيئات بتاعتها اللي موجودة عندنا بنستخرج إيه، إيه اللي بيتم في هذا المشروع القومي؟ والحقيقة زي ما حضرتك ذكرت هو مشروع قومي كان حلم للمصريين جميعا واتحقق في على ايدين فخامة الرئيس. الشاطئ بتاع البحر الابيض المتوسط من منطقة دمياط لغاية البحيرة، الشاطئ يتميز بانه فيه الرمال السوداء. يمكن الكثافة اكتر عند فروع النيل زي فرع رشيد او فرع دمياط، لكن الجزء الاهم انه المصنع الرئيسي موجود على ارض كفر الشيخ. ابتدت فعليا تنشأ المنشآت، جت مؤخرا زي ما اعلن في وسائل الصحف وخلافه كراكة الهولندية اللي هتبقى بداية العمل في المشروع. المشروع بإذن الله هيحظى بافتتاح رئاسي وفي الأشهر القادمة، والأهم الحقيقة أنه خلق فرص عمل لأبنائنا الجامعيين أو أبنائنا الفنيين، لأن 80% من العاملين في المصنع الحقيقة من أبناء كفر الشيخ، وهو ثروة قومية. والحقيقة تعدداته متعددة كثيرة في الاستخدامات الصناعية المختلفة. زي إيه؟ لأن أنا قدامي دلوقتي تقرير بيتكلم على انه معادن كثيرة فيها طبعا بتدخل في صناعات زي صواريخ، طائرات، هياكل سيارات، سيراميك، بويات، مواد اشعاع نووي، مواد خام. في تقرير بيتكلم في هذا الامر، بتستخدم في الصناعات الحديثة وتم انشاء الشركة المصرية للرمال السوداء عشان تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا المشروع. والحقيقة طبعا زي ما حضرتك ذكرت هو عديد من المعادن، عديد من المنتجات، عديد من الصناعات بتدخل فيها. زي ما حضرتك ذكرت العدد من الصناعات واكثر الحقيقة، لكن هو مشروع قومي. الدولة هتستفيد، بدل ما الخامات كانت موجودة على الرمال او على الشاطئ، الخامات دي هيتم استخلاصها وتركيزها واستخدامها في العديد من الصناعات. طيب سيادة المحافظ، لو بتكلم على المشروعات الموجودة في المحافظة حياة كريمة، تكاليف قد ايه المرحلة الأولى اللي احنا مشغلين فيها النهاردة تقريبا؟ هم 588 مشروع في كافة النواحي اللي ذكرناها، سواء قطاع الصحة أو التعليم أو المرافق. التكلفة التقديرية المبدئية للجهات، لان ما تحددتش التكلفه النهائيه، تفوق 3 مليار 240 مليون. سيادة اللواء جمال نور الدين، اولا بشكرك وكل التحيه لحضرتك وكل التحيه لاهالينا في محافظه كفر الشيخ. بنحاول زي ما قلت لحضراتكم كل يوم يكون عندنا نموذج من بعض القرى اللي بيتم حضراتكم بتشوفوا لو بيوت كفر الشيخ. وانا بصراحه تاني بشكر كل اهالينا موجودين في كل مكان اللي هم تحملوا عيشه سنوات طويله جدا، واهالينا في كفر الشيخ، واحنا بنعرض نماذج من البيوت اللي هم لسه ما زالوا عايشين فيها، عشان كده الدوله اتحركت عشان تغير حياه هؤلاء الناس سواء كفر الشيخ او في كافه قرى الجمهورية. لما بتشوف الناس ديت عاشت ازاي، استحملت ازاي، هو ده الدولة رايحة لهم. عشان كده بيتم التغيير، بيتم التطوير، مشروعات موجودة في مختلف المحافظات. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم محافظ كفر الشيخ اللي هو جمال نور الدين، والعمل اللي بيتم في كفر الشيخ، بنتكلم على مدارس، بنتكلم تقريبا 43 مدرسة جديدة بالإضافة إلى تطوير 42 مدرسة أخرى. النزول بالكثافة من 70 إلى من 70 طالب 60 من 70 60 60 ل 70 طالب إلى
35-40 طالب في الفصل واحد، وبالتالي يقدر يستفيد من النظام افضل. يبقى في مستشفى بدل ما فيش، في مستشفى رمد كمان، ميه، صرف صحي، غاز، كل الخدمات الخاصه به، كل الخدمات الخاصه واللي يحتاجها المواطن في الريف، في كفر الشيخ. النهارده بنتكلم على كفر الشيخ تحديدا، وانا بحيي كل اهالينا في محافظه كفر الشيخ. والجهد زي ما انتم شايفين النهارده اللي قدامكم ده، النهارده عمل بيتم اليوم، اللي قدامكم هذه صور اليوم. عندنا زميلنا محمد الاليوبي موجود النهارده من الساعه 7 صباحا في كفر الشيخ، وما زال لحد دلوقتي موجود هناك عشان يتابع جزء من مشروعات في بعض قرى محافظه كفر الشيخ. وكان معنا سياده اللواء جمال ندورين عشان نور الدين عشان يشرح. ادي منازل، منازل دي هتتشال طبعا، ما ينفعش العيشه الناس قاعده فيها كده، مش ممكن بيت يبقى كده، مش ممكن يبقى كده بيت زي ما انتم شايفين كده. ده بيت وسقف، شايف السقف بتاع البيت شكله ايه؟ كل ده هيتشال، مش هينفع ابدا لا ترميم ولا غيره. الحاجات دي بتتشال، تتشال تماما ويتبني حاجات اخرى، تعمل مجمعات سكنيه اخرى فيها امكانيات افضل، فيها كل حاجه. ما ينفعش حد ينام هنا، ما ينفعش اسره تنام كده. شايفين البيت؟ شايفين البيت؟ اقف يا يوسف معلش هنا. شايفين حضراتكم؟ والله والله ماساه، وانا بحلف بالله على الهوا ماساه. تحمل، اسر تحملت، قرى تحملت، ناس تحملوا. شايفين حضراتكم عيشة الناس اللي كانوا اللي عايشين فيها حتى الآن، بيتعمل لهم لسه على بال ما يخلص خلال الكام شهر اللي جايين إن شاء الله. مستشفى الرئيس مدي مرحلة أولى تخلص سنة، ثلاث مراحل في ثلاث سنوات. فكل الحاجات دي إن شاء الله عشان بعد كده يدينا ويديكم العمر يا رب إن شاء الله، لما نيجي نقول لكم شوفوا الناس دي كانوا عايشين فين، ونوريكم الفيديو ده، الفيديو بتاع النهاردة 5 سبتمبر 2021. ولما ان شاء الله ربنا يكرمهم وياخدوا بيتهم الجديد وشقتهم الجديدة ومكانهم الجديد، نوريكم هنا ونوريكم هنا عشان تعرف الدولة عملت ايه وبتعمل ايه، بتعمل ايه. خلي بالك الكلام ده، خليه في الذاكرة قدامك لحد ما تبقى شايف المنظر ده. مين يعيش هنا؟ مين الاسرة اللي بتبات وتنام هنا وحياتها كلها في هذا المكان بهذه الطريقة؟ كمل يا يوسف لو سمحت. فاحنا زي ما بقول لكم دي حياة الأسر في الأرياف، الريف عندنا كده، الريف عندنا كده، في طبعا أفضل من كده شوية ولكن نماذج. هذه أسر، ما أسر وأهالينا، أهالينا بحييهم تاني والله، بحييهم على أنهم تحملوا. شايف الحمام، شايف كذا، شايف إيه، حياة زي يعني آسف والله، ولكن بنعرض الواقع. هو واقع بالنسبة لنا يعني صعب، بس بنعرض الواقع عشان الناس تبقى عارفة الدولة اشتغلت وشغالة على هذا الملف ازاي. ده الواقع، ده العيشة، دي الحياة بتاعت الأسرة اللي قدام حضراتكم، دي حياتهم اهو. كانوا الولد ده بعد 5-6-7-10 سنين وربنا يكرمه كده ويكبر ويبقى عايش في البيت ده، ورايح مدرسة بعد كده، وبعدين ربنا يكرمه ويروح جامعة وينتقل من قرية لمدينة ويشوف الناس ويقول لك واحنا كنا عايشين ازاي كده. لا، هيخرج ان شاء الله ويديله ربنا الصحة ويشوف انه عاش في بيت يستحقه، مش ده البيت اللي هياخدوه بعد كده اللي الدولة بتعمله له النهاردة. ما هي اسمها حياة كريمة؟ لانها شايف المشهد ده، حياة كريمة ديت، ده اللي قدامك ده حياة كريمة، ده حياة مواطن، حياة أسرة تعيش هنا، دي ده بيت. معلش احنا بنعرض نماذج وما عندناش اي مشكلة نتكلم في ده، احنا نقد ذاتي لينا، نقد ذاتي لسنوات صعبة جدا مرت على الناس ديت. السنوات دي بتتغير، بصوا شايفين يا جماعة الفيديوهات اللي قدامكم دي، كاميرتنا في كفر الشيخ النهاردة في القرى بتصور الكلام ده، ده مش من 20 سنة، ده النهاردة، ده النهاردة، يعني الاسر دي بيتفرجوا بيتابعوا. مقاسي، شايف البيت متشقق ازاي؟ شايف، شوف من اوله لاخره، ده مع شويه ميه جايين مع اللي بيحصل لا قدر الله، فانت لازم تلحقهم قبل ده ان شاء الله باذن الله. شايفين البيوت؟ بصوا شايفين. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، انا رحت دول كتير كتير جدا، ورحت دول يعني عندها فلوس، عندها دخل، والله شفت بيوت ما توقعت انها ممكن تبقى عندهم في بعض الدول.
البلاد الغنية قوي، البلاد اللي فيها كل حاجة اللي على الوش، يا سلام عظيم جدا، أنا بكلمك بجد على الوش. يعني كنا نازلين فندق وبعدين قلنا ايه، ما تيجي نتمشى نروح الحته الفلانيه، فتمشينا الحته الفلانيه، قلنا مش هناخد مواصلات، نتمشى، تمشينا يعني ربع ساعه كده تقريبا ماشي ولا اكتر شويه، شفنا طبعا الشارع ايه والمنطقه ايه ويا سلام على ايه وكل حاجه، حاجه فل. شارع الرئيسي، ما بعد الشارع الرئيسي معرفش طبعا، لانه بقالنا سنتين ما سافرش فمش عارفين حصل اتغير ولا ما اتغيرش معرفش، ولكن بكلمك 2019، الكلام ده 2019. انت مصر اهو عندك بس بتغير، ما انا بعرض لك اهو، بعرض لك الوضع، ما قلتلكش يا سلام كل، لا مش كل حاجه، انا بعرض لك الوضع ايه والنهارده بتعمل ايه، بتغير ايه. ده كفر الشيخ زي ما سيادة المحافظ وعرضنا نماذج الابراج اللي هتتم هناك، مدن سكنيه تبقى هناك، اتكلم على ايه، على شغل تاني بيحصل، تطوير تاني بيحصل، انت بتعمل مدن وبتعمل قرى، مش سايب حاجه، بتعمل ده وبتعمل ده. تعال نتابع زميل محمد القليوبي ونشوف اهالينا في محافظه كفر الشيخ اللي انا بمسي عليهم وبحييهم كلهم، نشوفهم قالوا ايه على حياة كريمة، وهي حياة كريمة بحق، بحق اللي تعيش العيشة دي هتعرف يعني ايه البلد بتعمل ده، عشان الناس تحس ببلدها انه حد بيشوفهم. شوفهم النهاردة كاميرا على مسؤوليتي موجودة في محافظة كفر الشيخ وتحديدا في مركز مطوبس عشان نتابع آخر مشروعات مبادرة حياة كريمة. المبادرة بتتم في 18 قرية بمركز مطوبس وهتخدم 350 ألف مواطن من أبناء محافظة كفر الشيخ. المبادرة كمان مشروعاتها بتتلخص في مراكز لخدمة المواطنين والمدارس وكمان مشاريع للصرف الصحي، هنتابعها معاكم في التقرير التالي. بالنسبة لقرية البصرات، هي قرية محرومة من كل الخدمات، من صرف صحي وكل الخدمات سواء مجمع خدمي، الوحدة المحلية مؤجرة. طبعا الناس كانت بيبقى حملة تقيلة على المواطن ان هو يسافر المركز نفسه عشان يقضي مصلحة. بالنسبة للمجمع الخدمي ان هو يتعمل، طبعا هيبقى فيه وحدة محلية، تأمينات، شؤون اجتماعية، مكتب بريد، شؤون اجتماعية، طبعا هيوفر على المواطن حاجات كتير وسفر ومصاريف برضو في المواصلات وبهدلة بوجود كل الخدمات الموجودة عندنا في المجمع، هتوفر كتير للمواطن. طبعا احنا ما كانش عندنا اي مرفقات نهائية، لا صرف صحي، لا غاز، لا تلفونات، لسه ده هو معمول ومتوقف حاليا. فطبعا احنا بترفع كفاءة كل حاجة، تبدا انت بالمجمع اللي ورايا ده، مجمع خادم متكامل في كل مرافق، انت كده بتتفصل عن المدينة، كل مرافق عندك ما عندكش الا المركز حاليا، المركز والمحكمة. الحمد لله فضل من ربنا ثم فضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المركز الخدمي فيه بريد ووحدة محلية ومكنة تي ام ومركز تكنولوجيا وشارع عقاري، فالحمد لله دي كلها كانت موجودة في المدن، واحنا بنبعد عن المدن 25 كيلو، فدي الحمد لله يعني بتوفر في الوقت وفي المواصلات، والحمد لله يعني احسن. صراحة وحقيقة يعني أنا مش مصدق نفسي، بس لما جه لسيادة المحافظ وجت بس برضو الناس اللي هي المتابعة وكلام من ده، الحمد لله نفسيتي ارتاحت، وأنا كان أملي ونفسي وكنا بنحلم إن احنا يبقى لنا إيه بيت زي بقية الناس. حياتنا زي ما أنتم شايفين حياة صعبة، عيشة تعبانة، ومصدر رزق مفيش، والصراحة تعبان وعيالي تعباني، وزي حضراتكم انتوا شايفين يعني نفسي ومنى عيني وحياتي ابذل بقيه الناس اللي عايشه. انا الاول بشكر سياده الرئيس على اللي عمله في مصر، عشان ما حدش عمل زيه. انا كنت بقعد في بيتي دي في الحر، ايه اللي بتنشوه من الحر، البيت واطي ومكتوم عليني من الحر، يجي الشتاء
المية تنزل علينا تخش علينا من الجدراء من الأرض. وأقعد طول الليل قصد عيالي عشان عيالي تعرف تنها. يعني لما لقيت بحياة كريمة دي بقيت أقول يا رب يكون لنا نصيب فيه، وفعلا ربنا وقف جنبي واستجاب دعواتي وبقالي نصيب في حياة كريمة. احنا قدمنا الجماعة قدموا لنا هنا وقالنا الرئيس بيعمل عمل كويس، ان الرئيس بتاعنا برضه اول الموبايل خلاص عملنا مشوار القبط برضه عشنا منه وكنا نشربه منه ما كانش شهلتنا حاجة. ولا انا عباب الله برضه بشتغل يوم ويوم لا ماشي، وعملنا الورق وربنا يسهل الحال ان هو مقدمين لنا هو يعملنا بيت حلو، ان الصرف بتاعنا معنا في قلب الضاء والبيت بينزل علينا المطره تنزل علينا وربنا يخليهم. الحصير وكل حاجة بتنزل بتقرص العيل وهم راكدين على الحصيرة، ما عندناش أي حاجة إلا نايمين على الحصيرة كده. كم واحد أنا؟ أنا سبعة، عيالي خمسة وأنا وجوزي سبعة، وكنا بنلاقوش ناكله دلوقتي بقينا بنقبضه. والرئيس السيسي عمل لنا كل حاجة حلوة، وابني لسه صغير الزين وبيشتغل مع أبوه، مش عارفين نعيشه وقاعدين على الحصيرة. وربنا الناس خلت لنا قالت لنا السيسي يعمل لكم كل حاجة، وإحنا علمنا الناس ورحنا لهم المجلس وعملوا لنا كل حاجة حلوة وربنا يخلينا الرئيس. مشروع الصرف الصحي هنا اللي موجود حاليا، احنا حاليا في قريه البراده احدى توابع القريه الرئيسيه لبصرات، تعداد سكانها تعدى 8000 نسمه باجمالي 32000 نسمه للوحده المحليه بالكامل. احنا حاليا في مشروع الصرف الصحي بنسب تنفيذ فيه تصل ل 40%، بيخدم 8000 نسمه. الوحده المحليه بالبصرات اجمالا طبقا لتوجيهات معالي الوزير المحافظ ان القريه بالكامل كوحده محليه سيتم خدمه الصرف الصحي فيها ان شاء الله. العامل اللي هو شغال حاليا في مشروع الصرف احنا ما كناش نحلمه الاول بمشوار الصرف ده، ثانيا العامل ده كنا عاوزين نقعده في بيوتنا، احنا في ارياف ما فيش فندق وما فيش اماكن يسكنوا فيها، خصصنا المضايف اللي هي بنعمله فيها المناسبات قعدناهم فيها. الحمد لله مشروع قائم حاليا دلوقتي، بقى شاهد عيان على نفسه. طبعا ده من ضمن المشروعات القومية اللي قام بها السيد الرئيس السيسي. طبعا زي ما انت شايف حضرتك بالنسبة للصرف الصحي ولسه قدامنا تليفونات ولسه قدامنا الغاز الطبيعي ولسه قدامنا تبطين الترع ورصف الطرق، ومشروع كامل متكامل. ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ان المشروع ده يعني احنا شفناه وده مشروع للأجيال اللي جاية. واستمرارا لحياة كريمة، كنت بتكلم في البداية عن منطقة سن العجوز اللي موجودة بجوار الأهرامات، وقلت لحضراتكم منطقة خطر فيها مشاكل البيوت، يعني تتعرض لمشاكل غير آمنة على الناس وحياة. آدي فيديو بيورينا جزء من المنطقة اللي أنا بتكلم عليها، سن العجوز اللي موجودة جنب الأهرامات. شايفين حضراتكم البيوت؟ بص على البيت عشان تعرف كنت بكلمك على إيه، عشان بعض الناس اللي حاولت. أنا بوريك أهو، هذه هي المنطقة اللي أنا بتكلم عليها، ودي بيوت سن العجوز. هل هذه البيوت جيدة متميزة تليق بالناس آمنة ولا لا؟ حضرتك اللي تقدر تحكم وانت بتشوف كده، شوف المشاهد واحنا بنعرض جزء من المنازل مرة تانية بنشوفه قدام حضرتك اهو. شايف البيوت شكلها ايه؟ عشرات السنين على هذا الوضع. اقف هنا يوسف لو سمحت، بوريك بس ايه. ادي منازل، جزء من منازل منطقة سن العجوز اللي موجودة جنب الأهرامات.
عند نزله السمان. هذه المنطقه ادي البيوت بتاعتها، البيوت الغير امنه والبيوت اللي هي خطره فيها خطوره على حياه المواطن وحياه الاسر اللي عايشه هنا. هل مصر اللي هي بتعمل في كل حته مش هقدر اعمل اللي هم موجودين في هذه المنطقه؟ لا، ده انا بغير حياه الناس وهم يستحقوا حياه كريمه. يعني الاسر اللي هنا ما هم من الشعب، هو انا بعمل لمكان واسيب مكان؟ لا، احنا بنعمل لكل المصريين، حتى لو كان جنب الهرم او بعيد عن الهرم، زيه زي اللي موجود في مطوبس النهارده او موجود عندنا في شطوره او طمه مثلا، يعني في اي حته هنا زيهم بالظبط. بنقله يا فندم المكان ده ما ينفعش تقعد فيه، لو قعدت السنه دي مش تقعد جاي عشان البيت ده غير امن عليك، انا خايف عليك، خايف عليك، خايف على حياتك وحياة ولادك. وبالتالي قررنا ان احنا هذه البيوت ديت هتتشال. اهو شايف، شايف البيوت دي؟ بيوت، ده بيوت عشاء. اقف هنا معلش، وريني المشهد ده. شايف المشهد؟ شايف العشوائية؟ شايف الاماكن الخطرة اللي ممكن تقع واحنا بنتكلم؟ البيوت دي، شايف مناظر البيوت دي؟ المنطقة اللي جنب الهرم اسمها سن العجوز. انا باكد على ليه المنطقه المكان ده، عشان اللي بيحاولوا ياخدوا اهالينا في نزله السمان ويقول لك بيعملوا، لا انا بوريك المنطقه الخطره اللي فيها مشكله حقيقيه، بوريها لك اهو، عشان اهالينا حبايبنا والله كلهم عزبه السمان، يعني ما عندناش، او نزله السمان يعني فيش مشكله خالص، يعني ما حدش يبقى متضايق. بوريك المناطق الصعبه الخطيره، الخطيره على حياه اهاليك، اهالينا واهاليكوا كمان. حد يشوف ده ويقول لا يسكنوا هنا ويفضلوا هنا؟ طب لو قدر الله لو حصل، وبالمناسبة حصل، بيت يقع او يحصل مشكلة في هذا، مين يتحملها؟ هيدفع الثمن الاسرة اللي عايزة تقعد في بيت غير امن عليها، خطر على حياتها وعلى وجودها في المكان ده. فالدولة قالت لك البيوت دي هنشيلها، بس هوديه فين؟ هوريك دلوقتي، كمل يوسف لو سمحت. فادي بنشوف سن العجوز في بجوار الهرم، شايف؟ اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا، ده منظر، شايف المشهد اللي قدامك ده؟ ادي بيوت فيها بشر عايشين، اسر عايشه سنوات، 50 60 سنة عايشين هنا، زي ما بقول لك كده. طب ده ينفع يعيش في ده؟ ينفع حد يرضاها على نفسه؟ انه الاقي حد قريبي او اخويا او من بلدي عايش في مكان زي كده؟ لا، حدش يرضاها ابدا، ولا الدوله ترضى ده. والدولة خدت قرار من 2014، رئيس الجمهورية خد قرار مش هخلي حد يعايرنا ببيوت زي كده أبدا، أنا هغير ده، قالها كده، أنا هغير ده، مش هشوفه تاني، مش هيحصل تاني أشوف حاجة زي كده في مصر. ليه؟ عايز حياة كريمة للناس، حياة آدمية للناس. نكمل، فأنا بوريك بس عشان تعرف الحكاية والقرار. شايف؟ أقف هنا، أقف هنا، أقف، بص المشهد، بص المنظر ده. بقول لحضرتك هذه منطقة غير آمنة، بتكلم على سن العجوز بجوار الهرم دي، اللي لحد النهاردة اتسكن، اتشال 375 أسرة اتشالت من المكان ده. البيوت دي تتشال بقالهم أسبوع 10 أيام شغالين على ده. ليه؟ عشان أسكنه في مكان أفضل. نكمل، نكمل، نشوف مع بعض اهو، نشوف. اقف هنا لو سمحت، بص بص، شوف شوف، بص المنظر ده. شايفين يا جماعة؟ شايفين يا مصريين؟ شايفين يا أهل مصر؟ الدولة بتعمل كل حاجة، واجي هنا في المكان ده أسيب الكلام ده؟ أسيب المشهد ده قدام عيني وأنا أبقى عارف إنه كده، وأسيب الناس عايشة العيشة دي؟ طب ده يليق بينا؟ لا يليق. يليق بالدولة الحالية؟ لا يليق. يليق بالجمهورية الجديدة؟ لا يليق. طب المكان ده يفضل كده؟ لا. شايف البيوت؟ وكله مع بعضه، كله مع بعض، زي ما حضرتك شايف كده، زي ما انت شايف مشهد، يعني محدش يكون سعيد ابدا انه يشوفه، ولا يكون سعيد ابدا انه عايش فيه، يكون سعيد لما يروح مكان اخر. هوريه لك دلوقتي، نشوف، نكمل، نكمل. شايفين المشاهد يا جماعه؟ ادي اهو، اهو، الله، اقف هنا، معلش معلش معلش، اقف هنا. ده اللي يليق، ده اللي يليق بمين؟ بأهالينا اللي قاعدين في سن العجوز. شوف العيشة اللي كان عايشها، وتعالى وريني هنا المنطقة اللي قدامك اهو، حدائق اكتوبر، وريني يا باشا.
ورينا حدائق اكتوبر اللي هيتنقل من مكان شعائل لده. هو ده ايه؟ قلت لحضرتك انا كنت من اسبوعين معدي من هناك ما شاء الله. بص بص حضرتك شايف ده الفارق ما بين هات لي يوسف اللي هناك واللي هناك ودخلني بس شقه، عايز ادخل شقه اوري الناس. شايف حضرتك هو ده ولا سن العجوز اللي كان يعني مش عارف يتحرك، ما عندوش بيت، ما عندوش شارع، ما عندوش سقف، ما عندوش اي حاجه، النهارده بقى عنده حياته، حياته الكريمه اهي مديله. شوف الجمال، شوف الجمال. حضرتك كمواطن قاعد دلوقتي بتتابع ولا بتتفرج، اقول لك الحق ده بيعمله، الحق بيعمله، اسكنك هنا. انهي الافضل ليك؟ لو احمد راشد محافظ الجيزه طبعا هو بيشوف الاهالي ويطمن على الاهالي وسكن الاهالي ونبسط الاهالي، وده هي بلد كده يا جماعه. لازم احس ما يبقاش حد متضايق. ممكن تبقى متضايق ان انا بيتي مدى طيب بيتك مدى الحياه وحضرتك ممكن بيتك ده ما فيهوش اي خدمات، منطقه ما فيهاش خدمات اللي هي دي. تقعد هنا ولا تقعد في السكن التاني الجميل؟ انا عايز الشاشه نصين بعد اذنك يوسف، نصين. طب معلش معلش اعملها، يعني انت راجل مخرج كبير، يعني الحاجات اللي زي كده انا عارفه هو فيديو واحد انت ممكن تعملها. يلا ورينا. فادي بنشوف يا جماعه مع حضراتكم ده سن العجوز. بقول لحضراتكم هنا بتاخد الناس من هنا، هات شنطه هدومك وتعالى معايا اتفضل، ادي المفتاح، اتفضل ادخل. يلاقي شاشه التلفزيون ويلاقي التلاجه ويلاقي الغساله ويلاقي بوتاجاز ويلاقي او فيه غاز الغاز او وفرشك سرير بتاعتك كنبه انتريه موجود سفره موجوده حاجه غير ده، غير اللي قدامك ده. ده ما ينفعش، ما ينفعش ليكوا اصلا. انتوا عندكوا رئيس دوله عايز بيعمل لكم حاجه محترمه ليكوا للشعب كله، تنفع تسكن هنا واسيب التاني؟ ولا فورا انا فورا الصبح رايح هناك، فين شقتي؟ ده انت تدور دلوقتي على شقتك تقول انا عايز شقه من دول بدل اللي انا قاعد فيها، ادوني شقه، دور من دلوقتي. والمكان ده مشروع خمس دقايق من الهرم، خمس دقايق عربيه، خمس دقايق لانه اتعمل تطوير الطريق ده بقى اللي هو طريق الفيوم. ادي شايفين، انا بس عايزك تشوف قدامنا منطقه سن العجوز قبل ودلوقتي. قبل اللي ساكنين كانوا قاعدين فيها وفيهم ناس زعلانه وانا عارف ناس زعلانه، وناس كانت بتبعت لي وبيمشونا من بيوتنا. بيمشيك من بيتك وداك فين؟ سابك ولا وداك مكان احسن من بيتك؟ احسن من بيتك مليون مره، لا يقارن اصلا. ما اقدرش اعمل مقارنه ما بين اليمين والشمال. اليمين اللي هو ما ينفعش ابدا تقعد فيه، انت تقعد اللي يليق بيك اللي على الشمال ده، حدائق اكتوبر ده مكانك، والهرم جنبك ما بعدش عنك، ده يمكن بقى اقرب. هنا كنت بتاخدها فين؟ هناك جاي طريق نظيف ومكان نظيف، غير اللي انت غير ده خالص. فتاني بتكلم واضح وبتكلم كتير في الموضوع ده عشان اهالينا يبقوا عارفين انت رايح تسكن فين. جايز انت ما شفتش، طب انا بوريك. جايز ما كنتش تعرف العمارات بتاعت حدائق اكتوبر، انا بوريها لك وبوريك الفرش اللي فيها وبوريك المنطقه كلها بالكامل متخططه ازاي ونضيفها ازاي والعمارات شكل واحد ازاي والنظام معمول بدل ده. اهو قدامك، شوف دور على شقه، شقه موجوده، اي حد على الشقه هتبقى موجوده هنا، هتسيب هنا وهتروح هنا. فلما تسيب ده هتاخد شقه على طول فورا. الدوله مش هتسيب حد يقعد في الشارع ابدا، وما حصلتش، ما حصلتش انه مشاك عشان خايف عليك وسابك في الشارع. ده انا بوديك اسكنك الاول. وفي ناس بيروحوا يشوفوا الاول الشقق، يعني في ناس راحوا اتفرجوا الاول قبل ما ينقلوا، راحوا واطمنوا على المكان وناس فتحوا لهم وشافوهم اتفضلوا شوفوا، رجعوا يلا يا جماعه لا ده هناك مكان افضل كتير. في ناس مش عايزه، انت في الاخر يعني انت خاف على نفسك ولا ما تخافش؟ خاف على نفسك، خاف على عيلتك، خاف على اولادك. انت عايز كمان تعمل في المنطقه دي زي ما انت شايف كده، ان المنطقة دي لازم اطور المكان اللي انا بشيل، لازم اطوره، ما ينفعش يفضل كده، لازم اطوره.
بشكل حل يليق بالمكان، فاحنا بنشوفه اهو، ده اللي قدامنا. في البرازيل أزمة في كلاسيكو العالم أرجنتين والبرازيل، المفروض ماتشهم بدأ معانا الساعة 9، واختاروا التوقيت عشان هذه المباراة تقريبا الكرة الأرضية بتتفرج عليها، تتفرج على أرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم، فالماتش بيتلعب في البرازيل. البرازيل حط انجلترا على القائمة الحمراء، اي حد يجي من انجلترا يدخل البرازيل ليه اجراءات، يقعد 14 يوم تقريبا وكشف مش عارف ايه واجراءات ايه، وقصة طويلة عريضة. الارجنتين في 4 لعيبة، 4 منتخب الارجنتيني جايين من انجلترا الدوري الانجليزي، ودخلوا البرازيل وما خضعوش لأي شيء، واتدربوا امبارح التدريب الأخير، ووصلوا وعملوا كل التدريبات والتسخين والتظبيط وكل حاجة. بدأت المباراة حصل ايه؟ الذي لم يحدث في أي مكان، ما ينفعش أصلا يحصل، بس هناك واضح انه ايه، وزارة الصحة البرازيلية ملهاش علاقة باتحاد كرة القدم، ملهمش علاقة باتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، كل واضح إيه مفصل على بعضه. دخل بتوع الصحة البرازيلية لأرض الملعب، حددوا 4 لعيبة، 1 2 3 4 بره. إيه؟ قال لك آه الماتش بدأ والعالم الناس عمالة تتفرج زي ما أنت شايف كده، مهزلة لم تحدث من قبل، محدش شاف حاجة زي كده. مباراة بكلمك على أرجنتين والبرازيل بيلعبوا، فقال وراحوا طالبين انه الاربعة دول يخرجوا دلوقتي من الملعب، 4 لاعبين من نجوم منتخب الارجنتيني يخرجوا من الملعب، وانه لابد فورا. طبعا اللي حصل ده لازم تسأل نفسك، هم دخلوا البرازيل ازاي اصلا؟ يعني 4 لاعبة دول جايين منين؟ كان عندهم ماتشات من كام يوم، معرفش بيلعبوا مع فنزويلا ولا بيلعبوا مع مين. طيب دخلوا ازاي؟ طب وهم جايين وعارفين انهم جايين من انجلترا، ليه ما من الاول قالك دول ممنوع انهم يدخلوا ويقفلوا الملف ده من الاول، ما تدخلوش عندنا لو سمحتوا، الاربعة دول بالذات ما يدخلوش الاراضي البرازيلية تحت اي ظرف. طيب هل اللي حصل ده في صالح البرازيل ولا الارجنتين؟ لا، في صالح الارجنتين. ممكن الماتش ده يخرج بثلاث نقاط لصالح الارجنتين، لانه الاتحاد امريكا الجنوبية هدد البرازيل قال لهم لو الـ4 لعيبة دول ما دخلوش وما شاركوش في الماتش هيتم الغاء المباراة وتحسب لصالح الارجنتين، فكان في تحذير الاول انه لازم اللعيبة دي تدخل. في الكلام دلوقتي على انه تم تعليق المباراة، ومنتظرين اتحاد الكرة الجنوب امريكا الجنوبية قال لك الموضوع مش بتاعنا، ده تابع للفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذه مباراة تابعة للفيفا والفيفا هو اللي ياخد قرار، احنا مالنا؟ مالناش علاقة. فالاتحاد الدولي هياخد قرار المباراة دي تتلعب في يوم تاني بكرة مثلا ولا بعده، لانه في اجندة دولية بتحدد فيها كل مباراة على مستوى العالم، تصفيات زي ما احنا بنلعب دلوقتي، هم بيلعبوا في اسيا في اماكن اخرى بيلعبوا في حاجات محدده، ارتباط اجنده دوليه، ماتشات تصفيات، وطبعا بس وحقوق وحاجات كده، قصص فيها مليارات من الاموال، وبالتالي كل حاجه محدده. هل في يوم هيخصص لاعاده هذه المباراه ولا البرازيل تعتبر مهزومه في هذا الماتش وتحصل الارجنتين على 3 نقاط هذه المباراه؟ ايه اللي هيتم؟ في فوضى، فوضى قدامك اهو في الملعب، وفوضى في اتحاد كرة القدم في امريكا الجنوبية، فوضى زي ما بقول لك بمعنى الكلمة، اللي هو مش ممكن تشوفها في اي مكان، اي مكان في ضبط وربط ونظام واجراءات وسمحت ازاي وسمحت له يتدرب ازاي، ده كانوا بيتدربوا امبارح على الملعب ده، تدريب النهائي قبل الماتش،
طب وانت سمحت له ازاي نزل الضرب اصلا؟ ما كنت امبارح خدتهم ومشيتهم وعملت لهم حاجه صحي وحد تاني ينزلوا مكانهم اربعه والماتش يخلق يلعب. في ناس النهارده قاعده دلوقتي ايه وفلوس قد ايه وقصص رهيبه وحقوق وقصه. الموضوع ده عامل دوشه كبيره جدا. ما الذي يجري حاليا في البرازيل؟ هو اللي حصل ده قال لك انه الاربعه دول وزارة الصحة البرازيلية قالت طبعا مأساة لأنه جالي خبر سيء الجابون سجلت جون وعمر جابر طرد بخبر سيء الدقيقة 72 دلوقتي الجابون تتقدم 1-0 علينا وعمر جابر يتم طرده من الملعب. يعني هنلعب ناقصين ومغلوبين 1-0. اللي انا بتكلم في اول الماتش مش مقبول النهارده نتغلب، قلتها كده. خلينا بعد الماتش ما يخلص ويبقى لنا كلام وربنا يكرمنا يا رب، ان شاء الله. ربنا يكرمنا. اطلع فاصل وعود. عندنا حدث مهم في بلدنا يومين اللي فات او امبارح تحديدا، قوات المسلحة تدريب النجم الساطع. مصر 21 دولة بتشارك في هذا التدريب، هو ربما التدريب الاكبر على ارض مصر، قاعدة محمد نجيب. معك امريكا ومعك كل دول، معك بريطانيا ومعك البحرين ومعك الاردن، عدد دول كثيرة، اسبانيا، عدد دول كتير. 21 دولة في هذا التدريب اللي موجود فين؟ عندنا في مصر، قاعدة محمد نجيب. ايه التدريب واهمية التدريب؟ وعندك اليونان وعندك زي ما بقولك 21 دولة، قول زي ما انت عايز. واهمية التدريب ده، كن معنا كمان ست اللواء ناجي شهود حالا. زي ما انت حضرتك شايف كده قوات المشاركة، عدد كبير من القوات، المعدات، طائرات، مقاتلات، أنظمة مختلفة، دفاع، كل أنظمة الخاصة بالجيوش موجودة. ده له رسائل كثيرة جدا. سيادة اللواء ناجي شهود، أولا مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بسيادتك وأهلا بزملاء العمل في الاستوديو وأهلا بالسادة المشاهدين المحترمين. هذا العنوان لهذا التدريب الأقوى، ماذا يحمل وهو يتم على أرض مصر؟ طيب، النجم الساطع. تعال عشان ناخد بإيدين المصريين ونثقفهم عسكريا على قدر المتاح من غير ما نرهقهم أو نزعجهم. تفضل فهم. النجم الساطع هو نوع من التدريب المشترك اللي بدأ مع إقرار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 26 مارس 1979، واستقرار الأمور واكتشاف أمريكا إن مش إسرائيل بس اللي ممكن تكون ركيزة في المنطقة للسلام، لا، دي مصر هي الأركز وهي الأقوى وهي الأكثر عددا وعدة وموقعها الجغرافي، وأثبت التجارب الحرب إن الجيش المصري ده ما يتسابش، الجيش ده ما ينفعش، ما نتعلمش منه، ما ناخدش منه دروس. من هذا التوقيت بدأ هذا الفكر وهذا التدريب من سنة 81. كل على مدار كل سنتين كان منتظم التدريب، بيتم البرايت ستار بصورة منتظمة، كل مرة دولتين ثلاثة أربعة خمسة. الدول اللي بتشارك عدا على فكرة فترة صغيرة انقطع التدريب ده ما بين 2007 و 2019 2009 و 2017 لأسباب متعددة، ثم انتظم اعتبارا من 2017. هذا التدريب أما بنقول 21 دولة يا أستاذ أحمد عشان تبقى الناس فاهمة، مش كل الدول مشاركة في التدريب، لا، التدريب بيشمل دول بتشارك بقوات ودول جاية مراقب بصفة مراقب. هل المراقب تمثل له إضافة للجايين مشاهدين سواء ضباط أو ضباط صف أو درجات أخرى جايين يشوفوا التدريب اللي يتم يمثل إضافة مؤكد. طيب التدريب اللي برضو هرجع له، ولكن أنت أشرت لقاعدة محمد نجيب. التدريب زي ما قلت حضرتك بيتم داخلين فيه 40 سنة. وبعدين بعد عدد من السنين يا أستاذ أحمد، لقينا بعض الدول بتطلب
عايزين ننقل التدريب لمناطق أخرى. كان هنا السؤال اللي قعدنا نسأل نفسنا يا مصريين، انتوا عايزين تدربوا ولا عايزين تدخلوا الدار وتشوفوا الدار فيها ايه؟ ان كان التدريب يبقى هو في منطقة الحمام اللي هي تحولت الى قاعدة محمد نجيب. ان كان عايزين تشوفوا الدار وتشوفوا ارضي ومسرحي كله، لا ده مش مستباح. الارض مش مباحة والارض مش مستباحة، ولا يمكن اي مخلوق يطلع على حرمة الاراضي المصرية ولا يداخل في كل مصارين مصر. ايا كان مين الغريب ده يا استاذ احمد؟ كل الناس على عيني وراسي. نعم. الامريكان الانجليزي الفرنسويين الروسيا كله على عيني وراسي. نعم. لكن حرمة ارضك يا مصر لها حدود. كويس. عشان كده كنا نتدرب في منطقة الحمام اللي هي تحولت بعد كده الى قاعدة محمد نجيب العسكرية. فين القصة؟ مصر بكل سنة او كل سنتين ما بيحصل تدريب مشترك مبالغ كتيرة في التجهيزات الادارية وخلافه. من هنا كان قرار انشاء قاعدة عسكرية ثابتة بمناطق ايواء بميادين تدريب بالمنطقة فيها ما يخدم على القوات المسلحة بكل تخصصاتها يا استاذ احمد. ايوه. المسرح البحري والجوي والدفاع الجوي والقوات البرية بمعركة الاسلحة المشتركة الحديثة بمشاتها بمدفعيتها بدباباتها باستطلاعها بعضلكترونيتها. كل ده بقى منطقة محمد نجيب تكفي لهذا التدريب زي الفل. يبقى انا حددت نمرة واحد المسرح والاراضي المصرية مش مستباحة لكل حد. استبينا؟ كويس اوي. دي نقطة مهمة. كويس. القاعدة متجهزة الطرف عليها كويس. لكن مع حسابات الزمن المصاريف دي كلها بتتآكل مع التجهيزات الإدارية اللي كنا بنجهزها كل سنة. خلاص بقت المصاريف دي لا قيمة لها. مين ست اللي هو ناجي اللي موجود في المناورة؟ مين؟ الأعلام اللي قدامك دي أنا لم يعلن عن الدول، إنما أنا لمحت أعلام بعض الدول. لمحت طبعا القاهرة مصر وأمريكا دول أساسيين. إنما لمحت من أوروبا، لمحت قبرص واليونان وانجلترا. ولمحت علم فرنسا. مين مشارك ومين مراقب مش عارف. وبعدين المملكة العربية السعودية موجودة. ايوه السعودية والاردن والمغرب شفت اعلامها. والبحرين والكويت والبحرين. الله يبارك فيك. ولمحت من افريقيا شفت علم ليبيا وتنزانيا ونيجيريا. يعني شفت في كينيا كمان والمغرب. انا شفت المغرب طبعا. ايوه. طيب وفي باكستان. باكستان. انا ما اعرفش البيان ممكن يكون قدامك مش قدامي الحقيقه. لا في دلوقتي بيان اهو جاي في الامارات، تون، هقول لحضرتك، مصر، السعوديه، الاردن، قبرص، العراق، البحرين، السودان، المغرب، كينيا، ايطاليا، اسبانيا، الولايات المتحده الامريكيه، المملكه المتحده، اليونان، باكستان، الكويت، الامارات، تونس، نيجيريا، تنزانيا، فرنسا. خد بالك انت دلوقتي دوستيلي في اوروبا وفي افريقيا. أيوة. وفي اسيا. أيوة. والمنطقه العربيه. قول لي يا فندم. وامريكا من اول امريكا احنا جايين. وامريكا يعني اتفضل يا فندم. انت تقريبا تجنبت استراليا بس. كويس. طيب اللي منهم جاي يتدرب واللي منهم جاي مراقب. برضو عشان نخلق ثقافه عند الانسان المصري، ودي مسؤوليتك ومسؤوليتي. بنقول ان التدريب المشترك مش مساله ناس بتنام وتصحى تعالوا نعمل تدريب مشترك الصبح. لا. خد بالك ان المعدات والأجهزة اللي في إيد الجيش المصري هي أمانة شعب مصر مسلمها له. استهلاك المعدات وساعات التشغيل واستهلاك الذخائر والطيارات والدبابات كل ده بحسابات مقننة. فخطة التدريب اللي معدة مسبقا من سنة وسنتين مدرك فيها إن التدريب المشترك هيستهلك قد كده في التوقيت الفلاني. فهذا الأمر مخطط مسبقا، وعشان نوصل له يا أستاذ أحمد لازم نكون إحنا. أما يقولك ضيف في بيتك يا أحمد، أنت بتعمل إيه يا حبيبي؟ بتجهز بيتك على سنجة 10، وأنت بتبقى جاهز على سنجة 10 شكلاً وفعلاً. عشان كده القوات المشاركة من عندنا خضعت لتدريب متكامل مشترك، أسلحة مشتركة، عشان تصل إلى هذا المستوى من التدريب اللي أما الأجانب يتدربوا معايا ويتفرجوا عليا يقول لك لنا حق. المشوار اللي عزقناه بالبحر والجو إحنا فعلا مشوار يستاهل السفريه دي. ان احنا نقعد مع المصريين مش قوات، مش تدريب عسكري بس يا استاذ احمد. انت عندك اللي الدنيا كلها ما تملكوش. اقوله لك. اتفضل يا فندم. القوه الناعمه. اخلاقك وقيمك وربيتك وحبك للانسان في بقاع الارض كلها. انك عندك اديانك بتامرك ان انت مسؤول عن الانسان في كل بقاع الارض. اما جيب الناس دي واقول لها تعالوا شوفوا انا حجمت الإرهاب وحجرته وفرملته وبناء الدود من وسط الناس الطيبين إزاي من جوة
سينا وسط الناس بناء الدود عشان أهرسه إزاي. عشان بقول لهم خدوا بالكوا يا أجانب، كل الإرهابيين دول مرتزقة وانتوا عارفين كده كويس، ودول راجعين بلادكوا. أما هيرجعوا بلادكوا لازم تكونوا عارفين تتعاملوا معهم إزاي، وتعالوا خدوا مني الخبرة عشان أنا بنائي ودوس وأسوي من غير ما لط الإنسان الآمن، الإنسان اللي ملوش ذنب في أي حاجة. عندك خبرة بقالك 10-12 سنة أنت بتنقلها لهذه الدول وهم مرحبين بهذا الأمر. نعم. طيب برضو عشان أنبه ووصل المصريين، فضل الـ21 دولة يا أستاذ أحمد، أي فكرك بيني وبينهم مشاكل ولا بيني وبينهم توافق وتقارب؟ نعم، توافق عشان وتقارب. نيجي طيب هيجي نقطة رئيسية تانية. طبعا القوات المسلحة مش دبلوماسيين، احنا مش دبلوماسيين وبنتكلمش بلغة السياسة، احنا عسكريين. يعني ايه؟ يعني زي الدبشة كده، كلامنا واضح واخلاقنا واضحة وسلوكياتنا واضحة يا استاذ احمد، لغتنا واضحة جدا واحنا واضحين جدا مع كل الدنيا. لا بنعرف نراوغ ولا بنعرف نيجي كده ولا بنيجي كده. نعم. احنا بنبعت رسالة للدنيا كلها. ايوة. ونقول لها اللي عايز يضرب فينا من تحت لتحت مع الدول دي، انتوا عيني بتخبطوا دماغكم في الحيطة. احنا والدول دي في تقارب وفي تفاهم وبنقرب وجهات النظر، والقوات المسلحة دايما بتكون هي الذراع اللي بتمتد وتبادر بهذه الامور، واللي منها بنبتدي نطور بقية علاقاتنا. اما بتبتدي القوات المسلحة ولها الوضوح والمصداقية والشفافية وما فيش المناورة ولا المراوغة زي ما بقول لحضرتك، أيوة، بيبقى الخط ده خط آمن نكمل وراه بمنتهى البساطة. طيب سيادة الوناجي، هل ده يعتبر أكبر، يعني كنا الأول النجم الساطع احنا الولايات المتحدة الأمريكية، النهاردة بنتكلم أيا كان مراقبين أو مشاركين أو 21 دولة، ده أكبر مشاركة؟ تقديري يا أستاذ أحمد على حسب معلوماتي إن ما فيش تدريب مشترك في دول العالم سواء تخصصي يعني بحري او جوي او دفاع جوي او قوات بريه بس بهذا الحجم. قد يكون المشارك مثلا ممكن يكون 10 دول 8 دول 9 دول 10 11 دول، جايز نص القوه مشاركه ونص القوه مراقب. ايا كان. انما عشان تجيب دول كلهم من بلدهم وعلمهم مرفوعه عشان يحضروا ويشوفوا. المدهش ايه يا استاذ احمد؟ ناس بتقول قالت لي طب ما احنا عملنا البرايس النجم السطع قبل كده وعملناه قبل كده. بقول له افهم يا استاذ، كل سنه بيتقاعد في العسكريين في دول العالم الكبار بيتقاعدوا وبيحل أجيال جديدة. نعم. المجندين بيعودوا إلى أعمالهم. نعم. وبتحل أجيال جديدة. نعم. إحنا بنطعم الدماء الجديدة بهذه الخبرات عشان نأمن شعوبنا ونأمن ناسنا ضد أي مخاطر لا قدر الله. المدهش يا أستاذ أحمد برضو إن كل واحد من الحاضرين دول وكل قائد وكل ضابط بيمثل عين وعنصر استطلاع لبلده. بمعنى مجرد ما يرجع بيقوم كاتب تقرير. انا شفته في مصر استقبال بالطياره شكله ايه، انا شفته في مصر المحاضرات قالوها ازاي، تنظيم التعاون نظموه ازاي، خططوا ورسموا على الخرايط ازاي. كل واحد بينقل هذه الدروس المستفاده بدل ما يبقى حضر من الدوله 20-30 يستفيد 2000-3000 واحد. هذا الامر بيتم بالنسبه لمصر برضه، ان كل اللي حضروا من مصر بينقلوا هذه الدروس المستفادة وهذه الخبرات للناس الآخرين اللي ما حضروش لم يساعدوا بالمشاركة في التدريب المشترك. نعم. طيب هل ممكن نكون بنشوف معدات وأسلحة جديدة؟ أيوة. وهما بيشوفوا عندنا حاجة جديدة؟ أيوة فندم. هل بنوحد مفاهيم وبالذات في المهام المشتركة بياخدوا أفكارنا ومفاهيمنا؟ خد بالك أنت القوات المسلحة الوحيدة في العالم اللي اقتحمت مانع مائي كل 6 ساعات بيتغير الطيار فيه، اقتحمت خط اسمه خط بارليف لا يمكن اقتحامه ولا اجتيازه. انت اللي بالمية عملت المستحيل. انت كل ده في دماغك، خططت ازاي، دبرت ازاي، فكرت ازاي. كل دول العالم من حقها تفهم وتستفيد من الدروس المستفادة من هذه التجارب اللي احنا خضناها. كويس كويس. قلت لحضرتك كل هذه الخبرات كلها. شعب مصر احنا بنكون سفير لبلدنا قصاد الناس دي كلها، بيكون وجهة طيبة جدا جدا. وانا عشان شاركت في القوات المسلحه من اول 81 وانا بشارك سواء في التخطيط او التنفيذ في النجم السطع لحد ما تقاعدت 2013، وانا بقول لك بنكون الله اكبر عليكم يا اولاد مصر. والله والله يا استاذ احمد وجهه اكثر من رائعه، بنقول للدنيا كلها ده ابن مصر اللي يحب الخير للدنيا كلها وجاهز يشيل الهدمه من على كتفه ويغطي الناس، جاهز يقدم كل ما لديه من خبرات لإنقاذ آخر إنسان على الكرة الأرضية. شكرا جزيلا سيادة اللواء ناجي شهود، كل التحية لحضرتك مرة تانية. الحمد لله ربنا كرمنا بالتعادل، الحمد لله يا رب.
حمد لله والشكر لله حمد لله. يا رب يكمل الدقائق المتبقية واحد واحد، يعني افضل من فوز الجابون 1-0. سجل مين اللي جاب الجون شباب؟ مصطفى محمد. شكرين لحد دلوقتي الحمد لله، ولكن زي ما بقول كده ماتش ما يطمنش قوي، احنا مش موجودين. يبدو حسام البدري ما شافش فريق منتخب الجابون تقريبا ما شافوش. يعني بص على بعض الحاجات كده، احنا بنلعب بطريقة يعني اكأنه الجابون بالنسبة لنا بنكتشفه حديثا. حسام البدري تقريبا ما اتفرجش على اي ماتش ليه. ده الناحية الشمال عمالين ايه ورايحين جايين سارحين في الملعب زي ما هم عايزين، واحنا فين منتخبنا؟ وانا بقول اهو حسام البدري تاني، ربنا يعدي بس الدقيقة ونص اللي باقية، 3 دقايق وقت اضافي، وواحد واحد مصر الجابون. استر يا رب، طلعوها يلا، استر يا رب ما يشوطش. اخر دقائق اخر ثواني، دقيقة ونصف على نهاية المباراة، 1-1 مصر الجابون. اضطرب من عندنا عمر جابر، بنلعب ناقصين حتى الان. بنشوف في المباراة الجابون متفوقة تماما، احنا ما عندناش خطة واضحة، بندافع بكل اللعيبة وبحارس كل حاجة. ربنا يستر، ربنا يستر الكرة دي يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، طلع بره يلا يلا يا صلاح، يلا صلاح 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 صلاح، دي بتاعتك دي، يا مين اللي معاه ده ما يمشي، اديله هناك يلا يا ضا. كان عندنا هجمة مرتدة يعني، وعندهم نقص عددي كان ممكن نعمل حاجة. فاول دي ولا ايه؟ ليه يا حكم؟ مدي فاول علينا، برافو عليك مصطفى محمد، نجم مصطفى محمد، ما لعبتش الماتش الاولاني، لعب الماتش الثاني، شكرا ليك، شكرا مصطفى محمد والله، ربنا يكرمك. وعايزينه يحترف في احسن الانديه بصراحه، وانا بتكلم اهو مصطفى محمد يستحق، انه لاعب عنده سنه صغير ما شاء الله، ربنا يحميه، ولاعب هداف. بنشوف اخر تقريبا اخر كوره للجابون قبل صافرة الحكم، واحنا منتخبنا والجهاز الاداري والفني وكله واللعيبة والاحتياط واللي في المدرجات، واحنا كمان هنا كلنا واقفين على رجلينا عشان دي اخر كرة واصعب كرة في الماتش، لانه خلاص الكرة دي يا ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يسترها ان شاء الله، ويصفر الحكم بالتعادل نتمنى، ده اللي انا مستنيه دلوقتي مستنيه. يلا يلا اطلع يا شناوي، اطلع اطلع يا اخي ما يشوطش، يلا بس شكرا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شكرا شكرا شكرا. 1-1 4 نقاط كنا نتمناه والله. تخيل والله 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 اللي احنا كان عندنا منتخب غلب ايطاليا البرازيل 4-3 بصعوبة علينا، وعملنا ماتش ولا أجمل ولا أربع ولا أروع، الجيل الذهبي ومدرب ذهبي كان معانا كابتن حسن شحاتة، وعندنا جيل عظيم. بتكلم النهاردة الجابون مع احترامي لكل الفرق، بتكلم النهاردة إن أنا أتعادل مع احترامي لكل الفرق، أنا المفروض أعلم من كل ده أعلم، بس للأسف الشديد وأنا بقول أهو حسام البدري يوم ماتش أنجولا قلت له آخرك يوم معانا يوم الحد، وقبل الماتش قلت اقلها تعادل اقلها تعادل، ربنا كرمنا بالتعادل، ولكن تاني بقول حان الوقت، وانا بتكلم على الهوى، حان الوقت لتغيير حسام البدري، حان الوقت مدرب كف يليق بمنتخبنا الوطني، حان الوقت مهندس احمد مجاهد، حان الوقت، كفايه ما عندنا والله ما عندنا كابتن حسام هاي، بس مش منتخب بصراحه، ما ينفعش احنا منتخب مصر اطلع انا النهارده اتكلم واقعد اعمل كده. منتخبنا كان يخلص 1 و2 و3، ده من قبل ماتش انجولا قال لك انا اول مجموعه، واستنوني شفنا اداء انجولا وشفنا اداء الجابون، لا في اداء هنا ولا في اداء هنا. حسام ما شافش الجابون ابدا غير دلوقتي، ما شاف لهاش ماتشات، اصل لما تشوف ماتشات تقعد تذاكر، هتعمل تلعب على ده وتلعب على ده
وخطتك ايه؟ مفيش، هي ماشيه بالبركه، بالبركه، بركه ربنا عشان الجمهور العظيم. والله والله عشان الجمهور العظيم ما ينامش زعلان. ربنا كرمنا بهدف مصطفى محمد عشان جمهور مصر العظيم ما ينامش وهو زعلان. لكن تاني حاره الاعصاب، ده احنا لسه تاني ماتش هنقعد لحد مش عارف ايه. مش معقول الكلام يا جماعه. وعندك لعيبه بره كويس، هو هنقعد كمان نعمل مجاملات كمان في منتخب مصر؟ في لعيبه كويسه قاعده بره. بأطالب باقاله حسام البدري، اكررها تاني، ارجوكم كفايه على حسام البدري النهارده بصراحه. شكرين، سلام عليكم، شكرا، سلام عليكم، دورونا على حد. عندنا ماتشين مهمين مع ليبيا وبعدهم انجولا والجابون. ايه حاره الاعصاب دي؟ حاره الدم دي؟ عندنا مدربين كويسين يليقوا، دوروا من دلوقتي على مدرب كويس. جهاز ممكن يبقى فيه في الجهاز ناس كويس، ولكن حسام بدري الحمد لله جاب الاخر خلاص. حسام ما عندوش جديد بصراحه. والله بقول لكم كرم ربنا وبركه ربنا عشان الشعب العظيم، الجمهور الطيب المحترم اللي عايز بلده يبقى فرحان بيها. انما لا بلاقي خطه ولا بلاقي مين قدامه ومين ورا ومين نص ومين فين ولا شيء. ده يروح وده يروح وده يجري وده يجري. ايه فرق بتنزل منتخبات عارف كل واحد دور الا احنا، وعندنا نجوم. ده انا عندي محمد صلاح، ايه تاني اكتر من كده؟ كفى مجاملات. حسام البدري بقى، انا بتكلم على الهوا، ارجوك من نفسك كده، سلام عليكم يا جماعة متشكرين، دوروا على حد. أرجوك اعملها النهاردة، أرجوك اعملها النهاردة، أرجو مهندس مجاهد يعملها النهاردة وهو موجود هناك وشاف هذا الأداء السيء. فصل أخير. الشيء اللي يعصبك مصطفى محمد جاي من تركيا عشان يقعده على الدكه. طب ما كان يقعد. اذا انت هتقعده على الدكه وتنزله قبل نهايه الماتش بست سبع دقائق، جايبه يعمل ايه؟ واحد عندك هداف حاططه لي على الدكه ومنزل بعض اللعيبه ما مسكتش كوره طول الماتش. انقذوا منتخبنا الوطني، انقذونا احنا من حسام البدري. انا بتكلم اهو، انقذونا من حسام البدري، ربنا يسترها هيجيلنا، يعني مش عايز اقول. ده مفيش كور، مفيش خطه يا جماعه، والله ما في خطه. هو انا بعمل ايه؟ هو انا رايح يلا انزلوا مع السلامه شوفوا؟ ده ما لعبناش حد لسه كويس تصنيف اول، ده احنا بنلعب تصنيف تالت ورابع، ما لعبناش الاول لسه اصلا. ولا بلعب تصنيف اولاني؟ كان بقى حالي ايه النهارده؟ واخد ستة سبعة؟ كنت بقيت حصالة المجموعة. ده التقيل بعدين. بقول لحضراتكم بنلعب مستوى ثالث ورابع. أنا مصر. أعمل كده أقعد أقول يلا. فين الجي فين فين؟ يا أخي حسن شحاتة كنت حتى تتمتع بالكورة، في كورة، حتى لو اتغلبت في كورة، في لعيبة بتجري. وفي فريق قدامك، في خطة قدامك، عارف ان فريقك ده لو واحد حد هيجيب جونه تاني. برازيل مغلوبين. 3-1 نتعادل، 3-2 و3-3 وكنا ممكن نفوز ونتعادل 4 معاه. كان عندنا اغلب ايطاليا بطلة العالم 1-0 حمص. فين الكلام ده النهاردة؟
خرجونا عن اعصابنا. مهندس احمد مجاهد، هذا امر لا يمر مرور الكرام. ما تسيبش الجماهير المصريه في رقبه حسام البدري. كفايه صبرنا الماتش الاولاني، قلنا ندي فرصه يوم الحد، واخرنا معاه من يوم الحد، جبنا اخرنا ما عندناش تاني. تاني بتكلم الموضوع ده انقاذ منتخبنا الوطني، عندنا فرصه يا اخي. ده احنا عندنا اون سبورت بتذيع اللي احنا ربنا يكرمنا مجاني، وتخلي الناس تخرج عن شعورها في كل مكان. ده واقف الماتش ولا كانه حد بيلعب، بيتفرج. ايه الكوره فين؟ هو ايه اللي حصل؟ هو الهدف جه؟ هدف ما جاش؟ هو الجون جه ازاي؟ مين اللي بره ومين اللي جوه؟ ولا تعرف مين بينزل، ولا مين بيخرج، ولا مين مركزه، ولا مين مركزه ايه، ولا مين دوره ايه خالص. عايز مدير فني عنده كلمه قوي. وبعدين ليه مكشر؟ ليه مكشر في وشنا كلنا كده؟ فايز مكشر، مغلوب مكشر، اتعادل مكشر. معقوله؟ معقوله؟ وبعد ما دخل فينا هدف ضحك، يا خبر ابيض. ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي جرالنا؟ مصر تستحق، وانا بقول تستحق، وعندنا مدربين على اعلى مستوى، وعندنا ناس يمسكوا المنتخب ده وما يقعدوش ثانيه، هيقفوا على الخط التسعين دقيقه بروح قتال. انت بتدافع عن اسم بلدك. صباح الخير.